القاهرة. يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا شاذ. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. من اليوم الأول الأحداث في غزة والعدوان الغاشم على أشقائنا الفلسطينيين، مصر قامت بتحركات مكثفة واتصالات مع قادة العالم لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين. في نفس الوقت أعلنت عن ثوابتها تجاه الأزمة الفلسطينية، وهي أنه لا تهجير للفلسطينيين ولا لتصفية القضية الفلسطينية. صحيح يا شاذ، للحقيقة يعني مصر طول الوقت بتؤكد على إعلانها بشكل واضح على لسان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء كان في قمة القاهرة للسلام أو حتى في القمة العربية الإسلامية المشتركة، بأنه ما يقوم به الاحتلال في غزة لا يمكن تبريره بذريعة الدفاع عن النفس، وأنه يجب الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في القطاع بدون قيد أو شرط، ووقف جميع المسارات أو الممارسات اللي بتستهدف التهجير القسري للفلسطينيين. حانو مصر استطاعت من خلال موقفها ده أن هي تبني موقف أوروبي متسق مع الرؤية المصرية فيما يخص رفض تهجير الفلسطينيين وضرورة العودة للمسار السياسي القائم على حل الدولتين. شفنا ده من خلال تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأيضا رئيسة المفوضية الأوروبية، واللي قالت أن الاتحاد الأوروبي متفق على مبدأ عدم التهجير القسري للفلسطينيين وعلى فتح أفق سياسي يقوم على حل الدولتين. صحيح يا شاذ، يمكن لو بصينا بشكل عام على رؤية الدولة المصرية هنلاقي إن هي دي الثوابت المصرية اللي بترتكز عليها، يعني بتركز بشكل كبير على معالجة جذور الأزمة والتوصل لصيغة لتسوية الصراع بناء على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. دائما ما كانت تؤكد مصر حتى قبل يوم 7 أكتوبر على هذا المبدأ، فكرة أنه حل الدولتين هو الحل الجذري لهذه المشكلة، وأنه مش هيكون في سلام في الشرق الأوسط أو في المنطقة إلا بهذا الحل. وزي ما بنتكلم كده مع حضراتكم على ما يحدث في قطاع غزة، الحقيقة يمكن إحنا مر 44 يوم، كل يوم بيبقى في أحداث متلاحقة كتير جدا، بيبقى حتى صعب متابعتها، لأن احنا بنلاقي أحداث بتحصل في قطاع غزة وتصعيد بيحدث في قطاع غزة من قبل الكيان الإسرائيلي، بنلاقي حتى تصريحات عربية وأوروبية وغربية وأمريكية وما إلى ذلك، بيبقى من الصعب متابعتها. فخلينا يعني سريعا كده حتى نقول لحضراتكم أبرز ملامح اللي حصل امبارح. من ابرز ما حدث او من ابرز اخبار امس بما يخص طبعا قطاع غزه، كان في تقرير في هارتس، طبعا جريده من اهم الجرائد او الصحف الاسرائيليه، كان بتتحدث عن انه يعني كان الكيان بيتكلم عن انه الكيان الاسرائيلي بيتكلم عن انه من ابرز او من ابشع الحوادث اللي حصلت يوم 7 أكتوبر هو الاعتداء على حفل موسيقي في اسرائيل من قبل المقاومة أو من قبل حماس. لكن خرج هذا التقرير منها آيتس أمس بيتحدث عن أنه ما حدث في هذا الحفل هو أصلا كان قصف من طائرات إسرائيلية بالخطأ، لم يكن من قبل المقاومة الفلسطينية أو من قبل حماس.
طبعا الحادثه دي هي اللي بانت عليها قوات صحيح. الاحتلال القصه بقى من البدايه وروجت لها في الاعلام الغربي وقالت ان ده هو السبب فيما قامت به من رد فعل عنيف تجاوز حد الدفاع عن النفس. طبعا مما لا شك فيه ان هذه الروايه انتشرت كالنار في الهشيم، لكن تعالوا نبص بقى للتقرير ده، تقرير مبدئي عن نتائج التحقيقات الاوليه بتشير الى انه قصف من طيران اسرائيلي بالخطا على هذا الحفل. طبعا اول ما حصل الهجوم وبدا طوفان الاقصى من قبل المقاومه، اسرائيل لم تدرك ما يحدث، فكان في قصف عشوائي. حتى كنا بنشوف مثلا اول ما كانت بتشوف في حشود بتتحرك بشكل سريع او بشكل عفوي كانت بتقصف هذه الحشود مباشره اعتقادا منها من انها من المقاومه، وعشان كده المقاومه لجأت الى حيله اخرى وهي ان هي تمر بجانب المستوطنات بمنتهى الهدوء فلا يتم اعتراض طريقها. لكن هذه الروايه هي اللي بنت عليها اسرائيل الهجوم. هل هذه الرواية دلوقتي هتنتشر في الإعلام الغربي وهيتم يعني النظر بشكل مختلف؟ أعتقد أنه هو خلاص الإعلام الغربي تبنى هذه الرواية زي قبل كده ما تبنى فكرة القصص بتاعة ذبح الأطفال والاعتداء على النساء. لكن ممكن الرجوع فيها، لأنه كان بالفعل في أيضا رواية، رواية الأطفال اللي تم قتلهم وفصل رؤوسهم عن أجسادهم واغتصاب السيدات وما إلى ذلك، وبالفعل تراجع الإعلام الغربي عن هذه الروايات يا شاذلي، لأنه من الضغط حتى الإعلامي، لأنه كان في سرديات مقابلة ليها قوية جدا مش بس من العرب أو حتى من الإعلام العربي، لا حتى من مؤثرين أجانب وحتى من إعلام غربي آخر. يمكن كمان من أبرز ما حدث أمس كان خرج بيرس مورغان. بيرس مورغان طبعا من أهم الإعلاميين والمذيعين، يمكن تابعنا كان في لقاءات عديدة مهمة وأعتقد ناس كتير جدا تابعتها على مدار الأيام اللي فاتت، حتى خرج تحدث عن أنه ما يحدث الآن في غزة والقصف على قصف المستشفيات في غزة غير مقبول بالمرة. فمرة أخرى نتابع تراجع من قبل الأشخاص حتى والمؤثرين اللي بيتبنوا الرواية الإسرائيلية يا شاذلي. صحيح. طيب خلينا نبص نظرة عامة حتى الآن، وإحنا دلوقتي 44 يوم تقريبا يا جمانة على بداية هذا العدوان. من الخاسر حتى هذه اللحظة؟ هم المدنيين فقط، يعني هم ضحايا هذه الحرب، لكن من الخاسر من طرفي المعركة؟ أعتقد أن قوات الاحتلال هي الخاسر الأكبر. بنشوف طبعا فيديوهات بتنشر من جانب المقاومة لحظة الهجوم على المدرعات والآليات والدبابات الإسرائيلية بيتم توثيقها لحظة بلحظة، لكن على الجانب الآخر الفيديوهات اللي بتنزل من جانب قوات الاحتلال فهي فيديوهات معمول لها مونتاج، يعني ما بتبقاش لحظة ان هم ما اكتشفوا ان في مستشفى الشفا مثلا او في مجمع الشفا زي ما ادعوا ان في اماكن بتنطلق منها الهجوم من قبل المقاومة او في أسلحة او يوجد محتجزين داخل المستشفى. كل هذه هي ادعاءات نشرت بفيديو اتعمل له مونتاج وتراجع مره واثنين وثلاثه، لكن المقاومه على الجانب الاخر لحظه التنفيذ. فالخاسر حتى اللحظه هي قوات الاحتلال، واعتقد ان خسائرها الاقتصاديه كبيره جدا وبتحاول تغطي على هذه الخسائر بمزيد من العنف، بمزيد من الدماء كمان. صحيح يا شاذلي. وايضا في هذه النقطه كان حسب الروايه ايضا الاسرائيليه انه في مجمع الشفاء او في مستشفى الشفاء انه في قياده حماس موجوده بالداخل وانه في اسلحه وما الى ذلك، واستعانوا بمصور فرنسي عشان يصور ما وجدوه في المستشفى حسب روايتهم. حتى بعد هذا التصوير وهذا الفيديو خرجت ايضا محللين استراتيجيين ومحللين عسكريين في إسرائيل وأيضا صحفيين خرجوا أن هذا الفيديو هو مفبرك، وأنه حتى مفبرك بشكل يعني هزلي الحقيقة، لأنه ما وجدوه لا يمكن أن يكون ليه علاقة بالمقاومة حتى لو هنتكلم عن الكم أو الشكل الموجود. وطبعا مش هننسى الجدول اللي كان موجود اللي تحدثوا عنه أنه هو ده جدول العمليات، وبرضو كمان يعني لقى الحقيقة يمكن سخرية كبيرة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. حتى الآن الحديث عن هدن إنسانية وعن تبادل للأسرى واتفاقات لتبادل الأسرى حتى الآن لم يصل، ولا قوات الاحتلال مع حماس حتى الآن لم يصلوا إلى اتفاق، يعني بنسمع حديث عن اتفاقات ثم يتم الرجوع عنها وما إلى ذلك، حديث عمن سيحكم قطاع غزة حتى الآن لم يصلوا أيضا لشكل واضح. يعني إحنا بنتابع مع حضراتكم ده سريعا أبرز ما حدث بالأمس. هنتكلم طبعا مع حضراتكم خلال حلقتنا النهاردة عما يحدث في قطاع غزة لليوم 44. صباح على حضراتكم مرة تانية، صباح الخير عليكم، صباح الخير يا مصر.
قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة، خلونا نروح لدينا ونتعرف منها على آخر أخبار المرور والطقس أيضا في محافظات مصر المختلفة. يا دينا صباح الخير عليك. صباح الخير يا شاذلي، صباح الخير جمعنا، صباح السعادة والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. إيه البرد ده؟ مرة واحدة. لا فعلا احنا بنشهد من امبارح يعني عدم استقرار في الاحوال الجويه، واعتقد انها مستمره معانا النهارده. اكيد هنطمن عن حاله الطقس، لكن في البدايه خلوني استعرض مع حضراتكم جوله مريه وهنبص على شوارع القاهره والمحافظات، وخصوصا ان الناس بدات تنزل دلوقتي. هنبدا جولتنا المروريه من محافظه القاهره ومن ميدان عبد المنعم رياض اللي بيشهد كثافات نسبيه في شوارع متفرقه. في شوارع تانية هنلاقي فيها سيولة مرية، وعلى طريق الكورنيش هنلاقي فيه كثافة من مرورية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد. كمان الكورنيش المتجه للمؤسسة في بعض الكثافات المرية. طيب لو رحنا لكوبري اكتوبر هنلاقي هناك في كثافات مرورية مستمرة لحد العباسية. هنفضل ماشيين لحد غمرة في اتجاه العباسية هنلاقي برضو في سيولة مرية. في كثافات أخرى في الاتجاه العكسي الثاني من كوبري أكتوبر، ونفس الكلام المتجه من ميدان التحرير لمدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة. ظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وصولا إلى الدائري. نروح معاكم لمحافظة الجيزة، وهنبدأ من الطريق الدائري وتحديدا قبل نزلة ومطلع محور 26 يوليو. في كثافات نتيجة التحويلات المرورية ده بسبب تركيب القمر الحديدي الخاص بمحور البراجيل الجديد ده، والقيام بأعمال إنشائية تابعة لمشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري، ورفع القمر الخرسانية بمنطقة البراجيل. وعملية التحويل المروري دي بتسبب بعض الكثافات اللي هتنتهي مع انتهاء الأعمال. ظهرت كمان بعض الكثافات أعلى دائري المريوطية المتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية. تكونت كثافات مرية بمحور 26 يوليو القادم من ميدان لبنان اتجاه مدينة 6 أكتوبر، اللي بيشهد كمان شارع بيصل شارع فيصل كثافات مرورية مرتفعة وتوقف حركة السيارات في اتجاه المريوطية. لو رحنا لشارع ترسة اللي بيشهد بعض الكثافات المرورية نتيجة غلق شارع الهرم في الاتجاهين، وكمان بتظهر كثافات تانية متحركة في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفط ففي كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه إلى جامعة القاهرة. ولو رحنا شارع فيصل فبيشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي بدءا من محطة المريوطية والحد الطلبية. بيشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء. نروح معاكم لمحافظة القليوبية، ولو انت جاي من محافظات الدلتا زي المنوفيه وماشي على الطريق الاقليمي بيفضل ان انت تكمل في طريق شبرا بنها الحر علشان ما فيش عليه اي كثافات، ومنه للطريق الدائري ومحور الفريق العصار. اللي جاي من الزراعي بتظهر كثافات مروريه في طريق اسكندريه الزراعي قبل الطريق الدائري، لكن اصبحت اقل من المعتاد. بيشهد الاتجاه الثاني كثافات متقطعه وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق لمنع ظهور زحام مروري للمركبات. كمان انتظمت أيضا حركة السيارات في طريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات. نكمل جولتنا ونروح محافظة بورسعيد، هنلاقي فيه سيولة مرورية في أغلب الشوارع ما عدا بعض الكثافات المعتادة في ساعات الذروة الصباحية زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية قليلة بتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية، ومن طرح البحر هنروح شارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. ومن جولتنا في شوارع مصر ومحافظات مصر المختلفة خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. في فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، قد تكون غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وقد تصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء ده على فترات متقطعة. كمان في أمطار خفيفة
قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، بتمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى برضو على فترات متقطعة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 24، وأعلى درجة حرارة في شلاتين 29، وأقل درجة حرارة في كاترين 18 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية، لكن خلوني أرجع مرة تانية لشاذلي وجمانة علشان نبدأ معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا كعادتنا بنبدأ مع حضراتكم بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها تلقي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتصال هاتفي من نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية. تناولت تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية والجهود المصرية للدفع تجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، أيضا نفاذ المساعدات الإنسانية. ده طبعا بالإضافة إلى الجهود الدولية الرامية للحيلولة دون توسع دائرة الصراع في المنطقة، مع العمل على إحياء مسار السلام بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين على النحو الذي يحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. مؤسسة حياة كريمة نظمت مؤتمر جماهيري للتوعية بالقضية الفلسطينية وتعزيز المشاركة في العمل العام بمحافظة الفيوم. المؤتمر ركز على عرض الحقائق التاريخية منذ بداية القضية الفلسطينية وحتى الآن، أيضا دور الدولة المصرية في دعم الأشقاء الفلسطينيين والتحركات اللي بتقوم بيها لإنهاء العدوان. في إطار دورها التوعوي، نظمت مؤسسة حياة كريمة مؤتمرا جماهيريا بمحافظة الفيوم للتوعية بالقضية الفلسطينية وتعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية بحضور نخبة من قيادات الرأي ورؤساء النقابات المهنية وممثلي مؤسسة حياة كريمة من الخبراء والمختصين بموضوعات النقاش. كلمنا عن القضية الفلسطينية ووضحنا الحقائق اللي موجودة التاريخية ودور مصر على مدار التاريخ في مساعدة القضية الفلسطينية. احنا قدمنا اكتر من 200 الف شهيد زي ما سمعنا في بداية القضية الفلسطينية لحد دلوقتي، واتكلمنا برضو عن الدور المستهدف بإذن الله من مؤسسة حياة كريمة. حياة كريمة في الفيوم بتنظم مؤتمر حاشد بتدعم فيه القضية الفلسطينية، بعت لهم رسالة من مصر هنا وحياة كريمة بالأخص، بتقول لهم ان احنا معاكم قلبا وقالبا، واحنا مع القضية الفلسطينية، مع القضية الفلسطينية مش من دلوقتي، من مر الزمان مصر بتدعم القضية الفلسطينية. كما تم عرض جهود المؤسسة من مشروعات ومبادرات خدمية داخل مصر، وكذا توضيح لما تم بذله من جهود لدعم القضية الفلسطينية والأشقاء في غزة والإجراءات المخطط تنفيذها في ذات الإطار. النهاردة حياة كريمة بتقف مع الشعب الفلسطيني، بتعرف الناس قضية الشعب الفلسطيني على مر العصور وعلى في كل وقت. النهاردة حياة كريمة بتعرف الناس العمل العام، بتشاركهم في كل القضايا الحاضرة في ذهن الأمة العربية والإسلامية. مؤتمر النهاردة مساندة للأهالي في فلسطين، زي ما كانت حياة كريمة هي أول المتواجدين عند المعبر بالعربيات الاستغاثة والمواد الغذائية موجودة هناك، فاحنا بنكمل ده وبنساند فلسطين. يأتي ذلك في إطار مواصلة مؤسسة حياة كريمة جهودها في دعم الأشقاء الفلسطينيين بإطلاق العديد من المبادرات لدعم أهالي فلسطين وتجهيز المزيد من المواد الإغاثية والمساعدات الموجهة لقطاع غزة. ميناء ومدينة جرجوبة الصناعية بيقع غرب مدينة مرسى مطروح بمدينة النجيلة، واحد من أهم الموانئ اللي هتمثل إضافة جديدة لموانئ مصر الخمسة على سواحل البحر المتوسط. تطوير الميناء هيكون فرصة قوية جدا لوضع محافظة مطروح على خريطة السياحة والتجارة العالمية، وأيضا نافذة لشمال غرب مصر للتجارة الخارجية والصناعات الحديثة. خلينا نروح مع حضراتكم ونتعرف على تفاصيل أكتر هنستعرضها معاكم في سياق هذا التقرير. ميناء مدينة جرجوب الصناعية الذي يقع على بعد 70 كيلومتراً غرب مدينة مرسى مطروح بمدينة النجيلة واحد من الإضافات الجديدة لموانئ مصر الخمسة على البحر المتوسط، فهو يتصل بالعاصمة ومدن الساحل الشمالي من خلال الطريق الساحلي الدولي، وهو الأقرب لسواحل أوروبا ويربط قارة أوروبا بإفريقيا. ويعتبر تطوير الميناء فرصة قوية لوضع محافظة مطروح على خريطة السياحة والتجارة العالمية ونافذة لشمال غرب مصر للتجارة الخارجية والصناعات الحديثة، كما سيعمل على خلق مجتمع عمراني مستدام
يوفر فرص عمل للسكان المحليين والمستهدفين وتوفير نحو 30,000 فرصة عمل. وتتمثل استراتيجية التنمية في هذه المنطقة على مساحة 500,000 متر مخصصة لمشروع التطوير ورصيف بعمق 17 متراً وطول 500 متر من إجمالي 7,000 متر أرصفة تجارية بالميناء لاستقبال أكبر سفن الصب الجاف والغلال تحديداً، كما أن مشروعات هذه المنطقة تعد من المشروعات الفريدة. كما تتضمن أعمال التطوير إنشاء 15 مدينة جديدة على غرار مدينة العالمين الجديدة، وإنشاء منطقة اقتصادية ولوجستية بميناء جرجوب، وإنشاء مدينة رأس الحكمة على الطراز العالمي، واستصلاح أكثر من ربع مليون فدان. ويجري تمويل مشروع ميناء جرجوب بنظام BOT، وتبلغ حصة مصر في الميناء 51%، ومن المقرر أن يكون طول رصيف الميناء المدني 1080.8 متر، وغاطس 15 متراً، ودوران السفن 450 متراً، بالإضافة إلى حاجز صخري لكسر الأمواج بطول 3 كيلومترات في عمق البحر تنفذه تحالف 16 شركة عالمية. كما جرى تحديد القطاع الاقتصادي المستهدف وبرنامج التطوير والقطاعات المستهدفة الرئيسية في مشروع جرجوب، وهي القطاع الصناعي، لوجستي وتجاري، والقطاع العمراني، والقطاع السياحي، إلى جانب الطاقة المتجددة. كما تشمل أعمال التطوير إقامة ميناء تجاري وسياحي عالمي لخدمة الأنشطة والمشروعات السياحية، وميناء حاويات تجاري عالمي لخدمة عدد من المشروعات العملاقة التجارية والصناعية لشركات عالمية. كما يهدف أيضاً لإقامة عدد من الفنادق العالمية، وسيخلق مجتمعات عمرانية حوله، ومنطقة اقتصادية وصناعية لوجستية سكنية، ومدينة سياحية عالمية، ومركز اقتصادي على مساحة 54 كيلومتراً، بالإضافة إلى مدارس وملاعب ومراكز استشفاء. مشاهدينا، فقراتنا ما زالت مستمرة مع حضراتكم لحد الساعة 10 صباحا. هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم على طول، استنونا. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهي الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على أغلب الأنحاء. النهاردة كمان في فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، قد تكون غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وقد تصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء على فترات متقطعة. في كمان أمطار خفيفة تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، بتمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة أيضا، ورياح نشطة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك دكتورة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. احنا يمكن شهدنا يمكن معظم محافظات مصر امبارح حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حابين نطمن من حضرتك النهاردة عن حالة الطقس. طبعا بالفعل يمكن بالامس كان ذروه حاله عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، شهدنا سقوط الامطار اللي كان متفاوت الشده من محافظه للثانيه، من محافظات شمال البلاد حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد، نشاط الرياح ادى لاثار الرمال والاجربه واضطراب ملاحه بحريه على مسطح البحر المتوسط، وايضا طبعا انخفاض في قيم درجات الحراره. يمكن اليوم مكملين في التقلبات الجويه لكن اقل حده من امس، لان امس كانت الذروه، اليوم مستمر تأثر البلاد بوجود المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا، وايضا المنخفض السطحي الموجود على سطح البحر المتوسط، لكن المنخفض الجوي السطحي بدا يتحرك اتجاه المناطق الشرقيه، يعني شرق جمهوريه مصر العربيه، بلاد الشام وسواحلنا الشماليه الشرقيه. فالتاثير الاكثر اليوم هيكون على المنطقه الشرقيه، بسقوط امطار طبعا متوسطه على السواحل الشماليه الشرقيه، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، واللي ممكن يعني تزيد شدتها عن المتوسطه في بعض الاماكن. وطبعا الطبيعه الجغرافيه في شمال وسط سيناء ممكن تؤدي لتشكل بعض السيول، ايضا الامطار هتمتد امطار متوسطه لبعض الاماكن من الاسكندريه والبحيره وكفر الشيخ، امطار خفيفه متوسطه على مطروح والدقهليه ومحافظات جنوب الوجه البحري، وقد تصل فرص امطار خفيفه لمناطق من القاهره الكبرى.
على فترات متقطعة من اليوم. طبعا هيحصل كمان اعتدال في سرعات الرياح عن أمس بشكل كبير، وهتنحصر سرعات الرياح في بعض الأماكن من جنوب سيناء وسواحلنا الشمالية، وطبعا نشاط الرياح الموجود على السواحل الشمالية هيخلينا نحس بمزيد من انخفاض في قيم درجات الحرارة، وأيضا هيستمر معنا اضطراب الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط. ارتفاع أمواج اليوم ما بين 3 إلى 4 متر، البحر المتوسط ما زال غير مؤهل تماما لأي أعمال صيد وملاحة بحرية وأعمال تنزه. ارتفاع الأمواج كم بالضبط النهاردة تقريبا؟ ارتفاع الأمواج على مسطح البحر المتوسط ما بين 3 إلى 4 متر، فالبحر المتوسط هيكون مضطرب جدا وغير مؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه. كمان البحر الأحمر اليوم معتدل لمضطرب، وارتفاع الأمواج فيه من 2 إلى 3 متر، فهنخلي بالنا من التعمق داخل البحر الأحمر أيضا لأنه هيكون مضطرب وهيكون غير مؤهل لأعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه. بالنسبة لدرجات الحرارة فهيكون في انخفاض طبعا في قيم درجات الحرارة، يمكن شعرنا بيها بالأمس عن المعدلات الطبيعية بحوالي من درجتين لثلاث درجات، وده متوقع استمرار اليوم. العظمى على القاهرة الكبرى اليوم ما بين 23 إلى 24 درجة مئوية، فبالتالي أجواء لطيفة فترة النهار، أجواء باردة إلى مائلة للبرودة خلال فترات الليل وخاصة في ساعات الليل متأخر فترات الصباح الباكر. كتير من الناس حتى على السوشيال ميديا امبارح بيسالوا هنطلع بقى اللبس الشتوي ولا لسه شويه فيه، هيكون في تغير في حاله الطقس، هتبدا مره تانية ترتفع درجات الحراره زي قبل كده من خلال او في نهايه الاسبوع الماضي. طيب خلينا نقول ان شاء الله من بكره الثلاث هيكون في مزيد من التحسن والاستقرار في الاحوال الجويه، لكن درجات الحراره هتبقى حول المعدلات الطبيعيه ما بين 25 و26 درجه مئويه عظمى على القاهره الكبرى. فاحنا نبدا نبتدي الملابس الخريفيه او الملابس الشتويه الخفيفه، بلاش الشتويه الثقيله لان احنا لسه ما بداناش فصل الشتاء، فصل الشتاء هيبتدي رسميا ان شاء الله 21 ديسمبر، فنغير نوعيه الملابس للملابس الخريفيه او الشتويه الخفيفه لان احنا هنحس بمزيد من البروده خاصه في ساعات الليل متاخر او فترات الصباح الباكر خلال الليالي الجايه ان شاء الله. هل نسبه الرطوبه منخفضه فبالتالي احنا بنشعر دلوقتي بدرجات الحراره الطبيعيه؟ هي نسب الرطوبه موجوده في الجو، لكن في عوامل بتخليني ما احسش بنسب الرطوبه، اهمها طبعا بالامس كان نشاط للرياح، وكل نشاط للرياح بيخليني احس بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره، كمان وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا بيوزع رطوبه في عمود الهواء ككل، فما بحسش بوجود نسب رطوبه في الجو زي الايام الماضيه او حتى ايام فصل الصيف، دايما بيبقى فصل الصيف حاجات بتحبس الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض، لكن هي نسب رطوبه موجوده لكن انا بشوفها في صوره سحب منخفضه او متوسطه فبتساعد على انخفاض قيم درجات الحراره. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو مركز الإعلام بهيئة الأرصاد الجوية على المتابعة اليومية معنا. خلونا بقى نطمن على الأوضاع في الأسكندرية، وخصوصا إن امبارح كان في حالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. معنا على التليفون اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالأسكندرية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا سيدنا المشاهدين جميعا. طمنا على الوضع هناك في الأسكندرية الآن والطقس، وخاصة هل في أمطار بنسبة غزيرة مقارنة بالأمس ولا لا؟ لا طبعا امبارح كانت أمطار غزيرة جدا زي ما قلت لحضرتك كده، بدأت من ليلة الأحد وطول اليوم أمطار غزيرة ومتوسطة على جميع الأحياء في الأسكندرية، يمكن الليلة دي بقى ولعند دلوقتي أمطار خفيفة ومتوسطة الحمد لله وبنسبة أقل من امبارح، ويعني الحمد لله امور كويسه في الاسكندريه كلها الحمد لله. طيب كان يعني حضرتك بالامس قلت في تم الدفع بعدد من السيارات في الطريق الصحراوي والطريق الساحلي علشان سحب اي كميات متراكمه من المياه الامطار، هل بالفعل ما زالت متواجده اليوم؟ حضرتك يا زينة احنا من بدايه اليوم السبت احنا كل عربياتنا ومعداتنا اللي هي البدلات يعني اللي هي برضه تسحب الميه الامطار متواجده في مواقعها، يعني احنا حاطين حوالي اكثر من 180 سياره ومعده موجودين على مستوى الاسكندريه في الاماكن اللي متوقع تجمع فيها ميه المطر، بحيث ان احنا اول باول بنرفع ميه المطر دي. يمكن برضو امبارح زي ما هي تعصيك كده بتبلغ حضراتكم كده ان كان برضو البحر كان عالي، ان ظهرت ميه البحر برضو في منطقه المكس في العجمي، وبرضو بين ارتفاع الامواج كان 5 امتار تطلع ميه البحر على بره على الشط يعني. انما يعني الحمد لله الامور كويسه في الاسكندريه كلها بفضل الله يعني. يعني اليوم الشوارع تماما خاليه من مياه الامطار وبيتم الحركه المريه فيها بشكل انسيابي. الحمد لله السيوله المريه تمام الحمد لله في كل مناطق وشوارع ومدينه الاسكندريه الحمد لله كلها في كل خير الحمد لله.
هل ما زال في تنسيق ما بين حضراتكم وهيئة الأرصاد الجوية بشكل يومي أو على مدار الفترة القادمة كمان لمتابعة الأحوال الجوية علشان يكون في استعداد لمواجهة الأمطار؟ زي ما قلت لحضرتك برضو للسادة هيئة الأرصاد سيادة اللواء هشام والدكتور أيمن شاكر المسؤول عن اسكندرية متابعينا على طول على مدار السنة واليوم والساعة، يمكن حتى لو في أي توقعات باحتمالات تغير في الأحوال الجوية نتيجة انخفاض الضغط أو زيادته بيبعتونا على طول على اتصال بينا وبيبعتونا على طول كل الأخبار بتاعة الأرصاد الجوية. هل بالأمس كان في أماكن، يمكن حضرتك تحدثت عن الماكس الارتفاع الأمواج كان فيها شديد، لكن في أماكن تانية في الأسكندرية كان في تراكم شديد للمياه الأمطار وتم السيطرة عليه؟ لا، هو زي ما قلت لحضرتك كده عشان طبعا احنا ما زلنا في الأسكندرية بننفذ خطة الدولة، يعني بدأنا الحمد لله نعمل شبكة الفصل بها الأمطار السنة اللي فاتت والسنة دي بنكمل في الخطة الحمد لله، الدولة مدعمانا تماما في هذا الاتجاه. يمكن معظم الاماكن اللي اتعمل فيها فصل من الامطار الحمد لله ما حصلش فيها اي مشاكل الحمد لله. بعض الاماكن طبعا بيبقى فيها صرف صحي، الشبكه مشتركه فيها ميه صرف صحي، بيجي لها ميه الامطار بتجمع الميه شويه. فعشان كده قلت لحضرتك احنا مركزين اكثر من 180 سياره ومعده في الاماكن اللي ممكن تجمع ونتعامل معها على طول، يعني الحمد لله يمكن البلاغات كلها اللي كانت بتيجي خلال وقت صغير 5 دقائق 10 دقائق الميه اللي اتجمعت بتترفع والحمد لله ما فيش اي تاثير على الحركه المروريه في الاسكندريه الحمد لله. اخيرا عايزه برضو من حضرتك تقول لنا مره تانية الخط الساخن ل يعني ارسال الشكاوى عليه الخاص بشركه الصرف الصحي بالاسكندريه. احنا زي ما قلت لحضرتك كده احنا شركه الصرف الصحي اسكندريه، الخط الساخن بتاعنا 175 ده في الاسكندريه، ونفس الكلام في القاهره شركه صرف صحي القاهره 175، باقي شركات الميه على مستوى جميع محافظات الجمهوريه 125. أنا بشكر شكاوي سواء من الموبايل أو من الخط اللي فوق الأرض. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية على المجهود الكبير اللي قمتوا بيه بالأمس، خاصة إن احنا لم نسمع عن وجود تراكم للمياه أو أي أزمة في الإسكندرية بالأمس عن تراكم المياه في عدد من الشوارع. خلونا دلوقتي نتجه معاكم ونطمن على مطروح، ومعانا على التليفون دكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الصرف الصحي وشرب بمحافظة مطروح، وحضرتك يعني صباح الخير عليك، وياريت توضح لنا ما تشهد المحافظة من أمطار وتقلبات في الطقس على مدار الساعات الماضية والوقت الحالي كمان، هل بالأمس كان في تراكم شديد للمياه ولا تم السيطرة عليه؟ صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. والله وحضرتك بالنسبة للنقوة دي بدأت معانا من يوم السبت مساء يوم السبت الساعة 5 المغرب اللي هو يوم السبت، المطر الشديد لمدة 10 دقائق جدا، وتكرر الموضوع ده 8 مساء لمده 15 دقيقه، وبالليل الساعه 1 مساء والساعه 3 الفجر كان في مطر، واخدين تحذير من غرفه عمليات في القاهره المحافظه، واحنا متواصلين مع هيئه الارصاد الجويه والحمد لله هم يعني الارصاد عندها دقه عاليه جدا الايام دي، والتلوات بتاعتها بتبقى دقيقه بنسبه عاليه جدا. فتجمع الامطار دي احنا طبعا كان عندنا تحذير وكنا واخدين الحذر قبليها، كانت معداتنا منتشره في الاماكن اللي متوقع انها تجمع الامطار فيها. كنا قبلنا احنا اصلا من اول ما فصل الصيف خلص عندنا وبدا فصل الشتاء كنا احنا بنجهزين وعاملين طوارئ ومجهزين استعدادنا تماما يعني، ومطهرين الشنايش ومسينين المحطات ومطهرين المطابق وشنايش الامطار وبيارات الصرف الصحي، فكنا جاهزين الحمد لله يعني هذا لمثل هذه الاحداث. تمام. هل تم الدفع بعدد كبير من سيارات لشفط المياه من شوارع مطروح ومن الطرق كمان خاصه من العلمين لحد مطروح؟ طبعا احنا كنا طبعا لما خدنا التحذيرات دي كلها بدانا ننشر المعدات بتاعتنا. اجمالي المعدات عندنا في مطروح 59 معده كبيره، وفي مجموعه من البدالات والنقلات الصغيره حوالي اكثر من 30 بداله تانيين صغيرين بخلاف البدالات الكبيره اللي هي بدالات السيول. فطبعا كنا منشرينهم في الاماكن، في اماكن طبعا في الفتره اللي فاتت بقى عندنا معروف عندنا اماكن اللي بتجمع فيها الامطار والاماكن المنخفضه والاماكن اللي فيها ميول بيجمع الميه. فكنا ناشرين حاجتنا معداتنا في المناطق دي. والحمد لله المره اللي فاتت دي يعني المطر كله كان متركز على منطقه مطروح وجزء بسيط جدا من الساحل من طريق الساحل الشمالي.
فبالنسبة للعالمين والضبعة والحمام كانت الأمطار فيها ملاش تجمعات خالص ولا لها أي تأثير، كانت موجودة خفيفة ومتقطعة. صحيح. يوم الحد فضل أفندم يوم الحد حضرتك تقول يوم الحد حصلت أمطار خفيفة متقطعة مع زيادة سرعة الريح، وسرعة الريح كانت واصلة من 50 إلى 60 كيلو، وحصل ارتفاع في الموج البحر حوالي 3 متر، والأمطار وما سقطش أمطار على مطروح غير أمطار خفيفة جدا ومتقطعة في عبد الرحمن، مدن عبد الرحمن والحمام والعلمين مدة 10 دقائق وما نتجش عنها أي تجمعات. هو من واضح طبعا ان في تنسيق ما بين حضراتكم والهيئه العامه للارصاد الجويه لمتابعه حاله الطقس باستمرار. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور ابراهيم خالد رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح. من مطروح خلونا نشوف معاكم الوضع في البحيره، ومعانا على التليفون المهندس محمد سعيد نشأة رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيره. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. حابين نطمن من حضرتك عن الوضع الان في البحيره، وهل لسه في امطار وتقلبات شديده في الطقس وتراكمات للمياه في الشوارع؟ يا ابتدت النوى معانا من فجر يوم الاحد اعتبارا يمكن من الساعه 1 صباحا، واحنا قبليها كان في تحذير من غرفه العمليات ومن الشركه القابضه بالارض بهذه النوة يعني. وطبعا احنا في البحيرة يمكن شمال البحيرة تحديدا في 7 مراكز متأثرين من ناحية الشمال بالنوة دهية، اللي هي رشيد وإبكو وكفر الدوار وأبو حمص ودمنهور والإتاي والمحمودية، فدول دايما بيبقوا دايما مع الجزء الشمالي فبيبقوا متأثرين بالنوات. احنا عندنا في البحيرة طبعا اول ما بيجي الانذار يمكن قبليها ب 12 ساعة بنبتدي نوزع العربيات على الاماكن طبقا للخبرات السابقة، الاماكن اللي هي بيحصل فيها تجمعات مية او اماكن ما فيهاش شنايش امطار، لان البحيرة كما تعلمي فيها جزء كبير يعني ريف ومدينة اراضي يعني زراعية. فاحنا عندنا في جميع المدن طبعا شنايش امطار واماكن لتصريف الامطار وبتتوزع العربيات. احنا عندنا في البحيرة حوالي 120 معدة كبيرة زائد عربية سيول زائد 42 بدالة بيتم انتشارهم في الأماكن اللي هي من الخبرات السابقة، اللي هو بيتكون فيها بتبقى أماكن منخفضة فبيتكون فيها مياه الأمطار، وفي تنسيق تام بيننا وبين الوحدات المحلية في المحافظة على أساس الأماكن الغير مخدومة بالصرف الصحي بيتم انتشار فيها عربيات الوحدات المحلية. واحنا يمكن كانت شده المطر امبارح يوم الحد تقريبا من الساعه 12 الظهر للساعه 3 عصرا، لكن قبل وبعد كان في الامطار تعتبر خفيفه الى متوسطه، والحمد لله يمكن الاوضاع مستقره جدا في محافظه البحيره، وتلاشت يمكن من صباح هذا اليوم الوضع مستقر والحمد لله يعني. الحمد لله. انا يعني بشكر حضرتك شكرا جزيلا مهندس محمد سعيد نشأة رئيس شركه مياه شرب وصف الصحي بالبحيره على المتابعه وكمان النزول على الارض لحل الازمه تراكم مياه الامطار قبل حدوثها وقبل حدوث اي تضررات من خلالها. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره والعظمى 24 الصغرى 19 العاصمه الاداريه 24 18 اسكندريه 23 17 العلمين الجديده 23 17 مطروح 22 14 دمياط 22 18 بورسعيد 23 18 اسماعيليه 24 17 السويس 25 18 العريش 22 15 كاترين 18 7 طابق 24 20 حلايب 28 23 شلاتين 29 22 شرم الشيخ 27 20 الغردقه 27 20 الفيوم 24 15 بني سويف 24 17 الوادي الجديد 26 14
أسيوط 26-14، سوهاج 25-16، قنا 25-17، الأقصر 25-17، وأخيرا أسوان 26-18. طمنا حضراتكم عن حالة الطقس. أعتقد أن احنا يعني في بداية استقرار في الأحوال الجوية على السواحل الشمالية الشرقية، هيكون فيها بس عدم استقرار الفترة دي، لكن إن شاء الله من الغد هيتم استقرار على معظم محافظات الجمهورية لحالة الطقس. لكن نخلي بالنا أن الساعات المتأخرة من الليل وصباح الباكر بيكون الجو برد جدا، لازم يكون معانا ملابس ثقيلة. هرجع مرة تانية لشازلي وجمانة علشان نكمل معكم. صباح الخير يا مصر. كل كدينا شكرا جزيلا. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن جفير أعلن أن في لجنة برلمانية داخل الكنيسة الإسرائيلي ستناقش اليوم مشروع قانون. هذا المشروع يقضي بإعدام أسرى فلسطينيين، طبعا في استكمال لمسلسل الانتهاكات والممارسات الإجرامية اللي بترتكبها دولة الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني. يعني هذا القانون اللي بيوصف بالصادم. خلينا نعرف تفاصيل أكتر. معانا على الهاتف أستاذ حسن عصفور وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق. صباح الخير على حضرتك يا فندم. بعد التحية يعني خليني أعرف من حضرتك قدرة الكنيسة على تمرير هذا القانون يا فندم اللي هيتم مناقشته من المفترض النهاردة الاثنين. صباح الخير لكم المشاهدين والرحمة لشهداء فلسطين والشفاء العاجل يرحمهم. بالنسبة لبن جفير منذ اللحظة يعني هو بالأساس أحد ممثلي الفاشية اليهودية الجديدة وأحد المشاركين في اغتيال رابين عشان تحقق تذكير بتاريخه، وهو يعني من يعني كان أحد خلايا التنظيمات الإرهابية وكان مطلوب للأمن الإسرائيلي ذاته يعني. ولكن تحالف نتنياهو الجديد هو اعتمد بالأساس على هذا التشكيل الفاشي من بن جفير والفاشي الآخر سموتريتش. عندما استلم مهام ما يسمى بالأمن القومي وبالتالي جزء منه مسؤولية الأسرة، حاول كل جهده أن يتعامل مع الأسرة بطريقة مختلفة تماما. يعني أحد أشكالها العمل على سن قانون بإعدام الأسرى الفلسطينيين. أعتقد هذا الكلام يعني قد يكون ليس من السهل أن على الأقل في هذه اللحظات أن يمر، ولكن كل شيء في إسرائيل الآن ممكن لأنه دولة فاشية بكل وضوح. الآن ما عادش الحديث على الديمقراطية الزائفة اللي حاول الغرب تسويقها في يوم من الأيام باعتبارها بلد يعني واحة الديمقراطية في الشرق. يعني اكتشفنا الآن جميعا وبدون يعني أي حديث أنها دولة الفاشية بالشرق الأوسط، وهذا صحيح تماما. يعني الآن يعني لازم نأخذ سياق تفكير بن جفير أنه إعدام الأسرى مقابل إعدام الكلمة في داخل إسرائيل. الآن أي شخص شو ما كان يهودي عربي يضع أي إشارة يظهر منها أنه ليس مع العدوان الفاشي على قطاع غزة يتم اعتقاله ويتم تجريمه وبالتالي ملاحقته. واعتقد لما نعمل مزاوجه بين هاي الثقافه وثقافه بن جفير كل شيء ممكن في اسرائيل. يعني لا يوجد غرابه على هذه الدوله ولا على تركيبتها يعني. طيب الا يخشى بن جفير من ان ترد المقاومه بنفس الطريقه؟ لا هو تفكيره بالاساس مختلف. يعني هو لا يفكر بالطريقه النمطيه التقليديه. شخص يعيش في عالم مختلف تماما. هو يعتقد كليا انه هذا حق له وان هي طريقته. من دعا لاغتيال رابين رئيس وزراء اسرائيل وهو في الحكم يعني وليس خارج السلطه وهو في السلطه كان رابين لا يستبعد اغتيال اي فلسطيني. القتل عنده هو وبن وسموتريش دعوه حرق حواره. يعني المساله الفاشيه مش سلوك فردي، سلوك ثقافي عنده هو جزء من كبيره. يعني الفاشيين بالاساس يقتل الانسان ويعتبره انه هذا حق له، انه هذا بده يطهر البشريه من هيك ناس ويبقى هو يعني العرق التفوقي بطريقته. وهذا جزء من التفكير الجديد، الانحياز المطلق للفاشيه والعنصريه في الضفه الغربيه وفي داخل اسرائيل بالمناسبه. يعني العرب الان في اصعب ظروف في داخل اسرائيل. يعني للمتابعه الكلمه الان ممنوعه، اي كلمه يشتملها مع ضد الحرب مش مع فلسطين يتم اعتقاله او ملاحقته. طيب يعني في حال انه تمت الموافقه من قبل الكنيست على هذا المشروع يا فندم، هل هناك قراءات اخرى بيمر عليها او بيمر من خلالها القانون ولا بيبقى ايه الوضع؟
لا لا، هو لازم ثلاث قراءات بالأساس يعني، ولكن ليس من السهل لأن الأوروبيين والأمريكان لا يتفقوا مع منطق الإعدام في هذا الموضوع يعني. أعتقد أنه قد يعني هذا احتمال، ولكن لا أريد أن أضع هذا الموضوع بكف يمكن أن تعقل، لأنه ثبت أنه الاستعمار الغربي والولايات المتحدة الأمريكية هي التي الآن أظهرت مدى خدمة إسرائيل لمخططها. يعني حرب غزة هي حرب أمريكا، وبايدن كشف ذلك في مقاله من أجل ارتباط في الشرق الأوسط، وبالتالي خدمة أمريكا خدمة إسرائيل المخطط الأمريكي قد تدفعها أن تتغاضى عن بعض السلوك وبعض المسلكيات الفاشية. الغرب ربما أكثر إحراجا، لأنه حتى صحيح. عندما تورط في التأييد الأعمى لمؤامرة الحفلة وكشفت هارت يعني يوم السبت هارت نشرت مقال إلكتروني منع أن ينشر، تخيلوا إسرائيل منعت نشر مقال نشر في موقع إلكتروني، منعته أن ينشر في صحيفة نفسها الورقية، وبالتالي أخفته تماما والرقابة وقفت ضده، اللي أنه كشف أنه الذي حدث كان مؤامرة إسرائيلية أكثر من هالقضية أنه الفلسطينيين هجموا على هذا الموضوع. ولذلك الموضوع يعني قد يحدث أشياء كثيرة لا نريد أن نصادر، ولكن هي ليس سهل، ليس من السهولة أن يمر مسألة إعدام الأسرة، ولكن كل شيء ممكن مع هذه الدولة الفاشلة. طيب، تقدم هذا القانون للكنيسة ثلاث مرات في السابق، من وجهة نظر حضرتك لماذا تم الإعلان عنه في هذا التوقيت؟ هل الهدف منه هو ترهيب الفلسطينيين بشكل مضاعف؟ لا، استخدام الحرب الفاشية وما يحدث في داخل إسرائيل وتهيج الرأي العام في داخل إسرائيل لتمرير مثل هاي القضايا، لأنه هم بيعتقدوا الآن أن هذا الجو مناسب عالمية أنه في تعاطف معهم، ومن يشوفوا أنه في التحول بدأ يختلف حتى على الصعيد العالمي والأوروبي ضد حربهم على قطاع غزة. الفاشيين ما بيفكروا بالطريقة المنطقية، عادة كل تفكيرهم غير منطقي، ولذلك يعني قلت لك كل شيء ممكن يتعاملوا معه. هو بيعتقد انه هاي فرصه لتمرين مثل هذا القانون، فرصه لوضع اليات جديده، فرصه للانتقام بطريقه مختلفه تحت كل الظروف. يعني هاي معركه بيننا وبين اليهود مستمره يعني، قرر القانون لم يقرر القانون، هذه معركه طويله بيننا وبينهم، ولا بد يعني ان نفصل يعني اخر شعب فلسطين. طيب أستاذ حسن، بالنسبة ل يعني هذا الخبر وفكرة إنه خروج هذا المشروع مرة أخرى للبت فيه من قبل الكنيست، يعني لو نظرنا إليه فندم بنظرة موضوعية، يعني كيف ترى أو كيف ينعكس هذا المشروع أو الحديث عنه الآن لو قارناه أو لو بنتكلم على انعكاس على حتى التوصل لاتفاق بالنسبة للأسرى الإسرائيليين؟ يعني هل ده يعطينا اي دلاله على السلوك الاسرائيلي او الرؤيه الاسرائيليه بالنسبه للتوصل لاتفاق لاسرى اسرائيليه؟ ليس بالضروره، بالمناسبه اسرائيل شروطها للهدنه المؤقته مختلفه نسبيا عن ما يشاع، يعني حاطه شروط تقريبا لها طابع محلي غير مرتبطه في الوضع الفلسطيني بشكل عام، موضوع الاسرى خارج تماما هذا الموضوع، سوى عمليه اطلاق سراح جزئي لبعض القضايا ولم يشترط وقف القوانين الخاصة بهذا الموضوع، ولكن يعني ليس من السهل أن يمر بالطريقة التي يفكر بها بن غفير وسموتريتش. يعني الفاشية في إسرائيل الفاشية الأعلى، لأنه صار نظام فاشي على بعضه يعني هو كله، بس هناك فاشية كثير صريحة واضحة وقحة إلى حد مستفز حتى لبعض اليهود، هي تعمل جاهدة على فرض هذا النمط الفاشي في التطبيق، مش فقط في جانب، في كل الجوانب في داخل بما فيها ضد اليهود. يعني هناك يهود يعانون من هذه الفاشية أيضا، يعني أي حديث أي متعاطف يرسم رسم مع القضية الفلسطينية الآن اعتقال أو منع حديث أو ملاحق أو مطارد، ولكن لابد من أن يحضر إلى الشرطة، وهذا شيء لم يحدث أساسا يعني يمكن سابقا في تاريخ دولة الكيان. الكلمة الآن أي كلمة، عربي فلسطيني يهودي ثم كان يكون زائر أجنبي بما فيه الخارج، يعني واحد الخارج يكتب ضده بحط اسمه على القائمة، حرب بتصير عليه يعني، وبالتالي يجندوا كل قواهم في الدول الغربية ضد هذا الشخص المعارض، ويعني نتوقع كل شيء من هذه الأشياء الجديدة يعني. السيد حسن عصفور وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق، نشكر حضرتك جزيل الشكر يا فندم على كل هذه الإيضاحات، ويعني زي ما تابعنا مع حضراتكم النهارده يتم مناقشة هذا القانون من قبل الكنيست الإسرائيلي.
مشاهدينا دلوقتي ميعاد موجز لأهم الأخبار مع دينا. شكرا لك شاذلي. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي. تناول الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية والجهود المصرية للدفع تجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وكذا نفاذ المساعدات الإنسانية. كما تناول الاتصال الجهود الدولية الرامية للحيلولة دون توسع دائرة الصراع في المنطقة مع العمل على إحياء مسار السلام بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين على النحو الذي يحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. شارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماع اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار القمة العربية الإسلامية مع وزير خارجية الصين وانغ يي في بكين. وخلال اللقاء أكد شكري وجود سياسة كانت معلنة لتهجير الفلسطين من غزة، مشيرا إلى أن الموقف المصري والعربي القوي الرافض للتهجير كان بمثابة خط أحمر. وشدد شكري على أن التهجير سوف يهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. كما أشار وزير الخارجية إلى أن الخروقات الإسرائيلية الجسيمة وجرائم الحرب الإسرائيلية لا يسميها البعض بمسمياتها الحقيقية، لافتا إلى وجود مسؤولية تقع على مجلس الأمن بحماية الشرعية الدولية. كما أكد شكري أن مصر تبذل كل جهد لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، مضيفا أن سياسة إسرائيل في تعطيل دخول المساعدات هي سياسة ممنهجة تستهدف دفع الفلسطينيين لمغادرة القطاع تحت وطأة القصف والحصار. أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد خلاله ضرورة فتح أفق سياسي، مشيرا إلى أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وأعلن قصر الإليزي أن ماكرون بحث مع نتنياهو خلال الاتصال الهاتفي وضع المحتجزين في غزة ومن بينهم 8 فرنسيين، وناقش الخطوات الجارية وجهود الشركاء المعنيين من أجل إطلاق سراح جميع المحتجزين. وأشار ماكرون إلى أن هذه المسألة أولوية قصوى بالنسبة لفرنسا. أجلت بعثة ثانية مشتركة للأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقيادة منظمة الصحة العالمية، أجلت 31 طفلا من مستشفى الشفاء في شمال غزة إلى مستشفى آخر في جنوب غزة. وقد نقل الأطفال المصابون في 6 سيارات إسعاف أمدها الهلال الأحمر الفلسطيني بما يلزم من مستلزمات وأطقم طبية. وشملت البعثة المشتركة أعضاء من دائرة الأمم المتحدة الإجراءات المتعلقة بالألغام واليونيسف ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا. ووصفت البعثة من جديد بكونها بعثة شديدة المخاطر نظرا لاندلاع الأعمال القتالية بالقرب من المستشفى. أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات مكثفة في شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن الطائرات قصفت بعشرات الصواريخ محيط مدينة حمد السكنية شمال غرب خان يونس، ما أدى إلى استشهاد عشرات الأشخاص أغلبهم أطفال ونساء وإصابة آخرين، إضافة إلى غارة على بلدة بني سهيلة شرق خان يونس. وفي مدينة غزة استشهد عدد من الأشخاص وأصيب آخرون جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة عسقولة بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة، إضافة إلى قصف آخر في حي الصبرة، فيما لا يزال عشرات المواطنين تحت الركام في ظل الأوضاع الجوية الماطرة وصعوبة وصول طواقم الدفاع المدني والإسعاف. وذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن حوالي 70% من الضحايا في قطاع غزة هم من النساء والأطفال.
استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلية المستشفى الأندونيسي شمال غزة بالرصاص الحي بشكل مباشر والقذائف المدفعية في محيطه. وقالت مصادر محلية إن مولدات الكهرباء توقفت بسبب القصف، مؤكدة أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص الحي بشكل مباشر على المستشفى الأندونيسي، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة. وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية أنه تم أيضا قصف محيط مستشفى العودة في شمال القطاع، هذا وقصفت مدفعية الاحتلال مدرسة الكويت بجانب المستشفى الأندونيسي بغزة. وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال قصفت منزلين لعائلتي ظهير وأبو شلوف في رفح جنوبي قطاع غزة، وسقط 15 شهيدا وعشرات المصابين بينهم نساء وأطفال. كما أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة أريحة ومخيم عقبة جبر جنوب غرب المدينة. ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت أريحة ودهمت حي كتف الواد، مضيفة أن القوات اقتحمت أيضا مخيم عقبة جبر، واندلعت مواجهات في المخيم أطلقت خلالها الأعير النارية بشكل عشوائي. ورياضيا، فاز المنتخب الوطني على مضيفه منتخب سيراليون بهدفين دون رد في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وذلك على ملعب صامويل كانيون في ليبيريا. وبهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة. ختام موجز الثامنة، فاصل ونعود لحضراتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. انتهاجات واضحة لكل الأعراف والقوانين الدولية الإنسانية بتقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بدأت بالاعتداء الغاشم على المدنيين في قطاع غزة حتى وصل الحال لأنها بتنبش القبور الجماعية في مستشفى الشفا بغزة وبتسرق جثامين الشهداء. خلينا نتعرف على المشهد أكتر، معانا السيد عمر الغول عضو المجلس المركزي الفلسطيني. صباح الخير عليك يا فندم. علي سلامتك. صباح الخير يا فندم، حضرتك سمعنا؟ صباح الخير، عم بقول صباح الخير. يا أهلا يا أهلا بحضرتك. جريمة جديدة تضاف لسجل جرائم قوات الاحتلال، لهذه الدرجة يخشونهم أحياء وأمواتا؟ نعم، هذه إسرائيل يا سيدي التي قامت من رحم التطهير العرقي والنفي والتاشي، هي قامت كدولة دولة لقيطة دور وظيفي مهمتها نفي الشعب. لنعود للتاريخ للوراء قليلا، ما هو شعار الحركة الصهيونية؟ أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، وبالتالي جاءت لتنفي الشعب العربي الفلسطيني، لتبيد الشعب العربي الفلسطيني، وهي منذ أن قامت ووجدت أو أوجد الغرب الرأسمالي هي بهذه بهدف القيام على أنقاض الشعب العربي الفلسطيني ونفيته، وأيضا بتفتيت العالم العربي وتمزيقه ونهب ثرواته وخيراته. ولهذا السبب قال بايدن في 86 وأعادها قبل أيام في حرب الإبادة المفروضة على محافظة القطاع، أما إسرائيل لو لم تكن موجودة لأوجدتها. بالتالي هذه الدولة مهمتها أن تنفي الشعب العربي، أن تعمل على إباثته، على استباحة دمه، على استباحة أرضه، على استباحة تاريخه وميراثه والثروات وحقائقه الحضارية والثقافية والإنسانية. وبالتالي ما يجري في مستشفى الشفاء من نبش للقبور والبحث عن أي ملمح من ملامح الحياة لإباثته، هذه هو وظيفتها وهذا هو دورها، وهذا ما يعكس همجيتها وفاشيتها، ويدلل باليقين القاطع وبالشهود وبالإثباتات
أن هذه الدولة ومن فوقها وخلفها الولايات المتحدة الأمريكية ترتكب جرائم حرب بلادي ضد الشعب العربي الفلسطيني. أستاذ عمر، بكل تأكيد همجية ووحشية وبربرية وعودة حتى إلى عصور الظلام، حتى لو تحدثنا عن العقاب الجماعي للغزوية وحتى لو تحدثنا عن الإبادة الجماعية لأهل فلسطين، لكن يعني فكرة حتى نبش القبور، يعني لماذا قد يفكر أو تفكر قوات الاحتلال في نبش القبور؟ إيه الاستفادة؟ هي تحاول أن تبحث عن أولا مقاتلين من أذرع المقاومة تستهدفهم، ثانيا تبحث عن أسرى الإسرائيليين، أيضا تعتقد أن في هناك أسرى إسرائيليين قد دفنوا بين الأموات، وبالتالي هي لديها هدف وليس يعني فقط لمجرد النبش، إنما هي تقوم على نبش كل الشعب العربي الفلسطيني وإبادته، ولكن الهدف الأساسي يعني هو البحث عن شخصيات محددة من المقاتلين الفلسطينيين وعن أسرى إسرائيليين تعتقد أنهم موجودين بين الجثث. يعني بناء على حديث حضرتك يا فندم، يعني هل قوات الاحتلال أخذت عينات من كل الموتى في هذه المقبرة الجماعية داخل مجمع الشفاء؟ نعم تبحث عن الدي ان ايه عن جنودها وعن ضباطها وعن اسراها وايضا عن المقاومين الفلسطينيين محددين تبحث عنهم. اضافه لذلك كما يعلم الجميع هي اخذت جثامين عدد من الشهداء من مستشفى الشفاء ذاته واثرتهم، اثرت الجثامين للمقايضة عليهم لاحقا. أثرت الجثامين للأسرى. نعم أخذت جثامين، خطفت جثامين من المستشفى من غير مكان للمقايضة عليهم في عملية التبادل لاحقا. لكن تقايض مين عليهم؟ لأنه مع الوقت أكيد مش هيعرف هذه جثامين مين. لا، من خلال عملية البحث في الدي ان اي ممكن ان يفرزوا بين الجثامين وشخصياتهم وخلفياتهم الخطيه، لكن الهدف هو الاساس هو يعني عمليه التبادل، وايضا كما نعلم هم يعني تجار، هم يتاجروا في الاعضاء في اعضاء البشريه، هناك عدد منهم من حخامات ومن غيرهم من الضباط ومن تجار الأعضاء البشرية ممكن أن يعبثوا بأعضاء، يعني قد يكون الغرض التجارة في الأعضاء، هذا واحد قد يكون الأهداف. طيب أستاذ عمر، يعني لأي مدى هذا السلوك وهذه الحادثة الحقيقة يعني ملهاش وصف الحقيقة، لكن لأي مدى ممكن تكون محاولة لإخفاء فشل كيان الاحتلال الإسرائيلي، فكرة الادعاءات اللي روج ليها أنه عن وجود مسلحين المقاومة والرهائن أسفل مستشفى الشفاء؟ هذا أيضا عامل إضافي. نعم هي تبحث، ولهذا أنا ذكرت من البداية قلت أنها تبحث عن جثامين محددة من أذرع المقاومة، ثانيا هي تبحث عن جثامين بعض الأسرى لأنها تعتقد وروجت حزب هي ومن خلفها إدارة بايدن بأن هناك يعني مركز لقيادة أذرع المقاومة في المستشفى الشفاء، وأحضروا صورا ممنتجة بطريقة أزلية ومفضوحة وكاذبة أنه هناك مركز قيادي، وكشف وسائل الإعلام الغرب سي ان ان وغيرها من وسائل الإعلام الأمريكية والإسرائيلية كذب الإدعاءات الإسرائيلية، وبالتالي هي تبحث عن اللي تقول أن هذا المستشفى لم يكن مستشفى للجرحى وللمرضى
وانما كان مركزا للقياده وهيئه تامين افراد اذرع المقاومه او الاسرى الاسرائيليين الذين كانوا موجودين في داخل المستشفى. طيب سيد عمر، هذه الفعلة ليست الأولى من قبل قوات الاحتلال في نبش القبور، ولذلك في لجنة لرعاية القبور والمقابر الإسلامية، هل ننتظر منها دور، ولا بما أننا شايفين أنه في عجز من قبل المنظمات الأممية فلن نستطيع أن نعول على دور لجنة محلية؟ يا سيدي العزيز، أنت تعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وغيرها من دول الغرب عطلت مهام المنظمات الدولية بدءا من مجلس الأمن مرورا بالجمعية العامة ومنظمات حقوق الإنسان المختلفة بما في ذلك محكمة الجنائية الدولية وغيرها من المؤسسات الأممية التي تفرض صفوتها عليها وتحول دون قيامها. فالمنظمات الأممية مع كل احترام لها ولدورها الذي تقوم به، لكنها لم تخرج عن طاعة ورؤية الإدارة الأمريكية التي ما زالت تقبض على رأس النظام السياسي العالمي، وللأسف أن الأقطاب الدولية الأخرى لا تعتبر المسألة الفلسطينية وأولوية بالنسبة لها، وبالتالي يعني هي تتعامل بدون ضغوط حقيقية. طبعا عن ذلك، وانا يعني اسف اني اقول ان الاشقاء العرب لم يستخدموا كل اوراق القوه المتوفره في اليد العربيه وهي اوراق كثيره، وامل من اهل النظام الرسمي العربي ان يرتقوا لمستوى المسؤوليه وان يستحضروا ما اتخذوا جلاله الملك المرحوم فيصل بن عبد العزيز عندما استخدم سلاح النفط على سبيل المثال لم حصل. وبالتالي نحن امام لوحه يعني سرياليه وخطيره ولا تقبل القسمة على قانون دولي ولا على تأكيد. اي معيار من معايير الحقوق وحقوق الانسان. بكل تاكيد. يعني بشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ عمر الغول عضو المجلس المركزي الفلسطيني، نشكرك يا فندم جزيل الشكر. لا تزال أخبار القصف العدواني واستهداف المستشفيات والمدارس وردود الفعل أيضا الدولية تسيطر على الصحف العالمية اللي تناولت بالتحليل ما قامت به إسرائيل من قصف لثلاث مدارس تابعة للأونروا في غزة في يوم واحد، وما شهده أيضا مجمع الشفاء الطبي من اقتحام بحجة وجود أنفاق للمقاومة. خلينا نقرأ مع حضراتكم ردود الفعل على هذه الجرائم في الصحف الدولية مع الأستاذ محمد علي حسن الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا خالد. أهلا بيك. طيب خلينا نبدأ سريعا مع مجلة لوبون الفرنسية اللي نشرت ملف كامل عن تداعيات حرب إسرائيل وحماس على مستقبل خريطة العالم للقوى الدولية. يعني نتحدث مع حضرتك عن المشهد الحالي والتأثير الاقتصادي للحرب في غزة. يعني في الواقع الملف اللي نشرته مجلة لبوا الفرنسية وساعة الانتشار انقسم لقسمين، القسم الأول وهو يتلخص في الدول وتغير الخريطة حرفيا منذ يوم 7 من اكتوبر الماضي والخريطه الدوليه اللي بتتحدث ان في دول كثيره وابرزها الدول الناميه ودول امريكا الجنوبيه المناهضه للموضوع الخاص بالدعم الغير مشروط واللا محدود من الولايات المتحده الامريكيه لاسرائيل في حربها على قطاع غزة الفلسطيني، والجزء الآخر هو تداعيات هذه الحرب على الاقتصاد العالمي. في الحقيقة أن في تحذيرات كثيرة جدا خلال الفترة الماضية كانت من مؤسسات دولية وكان أبرزها البنك الدولي اللي حذر من تصاعد الحرب وقال انه قد يسفر عن تضرر بالغ للاقتصاد العالمي اللي بيعاني بالفعل وفي اسوأ اوضاعه،
وأشار أن في تحديدا لأثار مباشرة على السلع الأساسية خصوصا زي النفط والأغذية، وكمان في حصل رسم لثلاث سيناريوهات متوقعة وفق تطور الأحداث التي تتسارع الحقيقة خلال الفترة الماضية. كمان الخبراء سواء في البنك الدولي أو في المؤسسات الاقتصادية الدولية أكدوا أن الحرب على قطاع غزة بتأتي في وضع بتضغط فيه الأزمة الروسية الأوكرانية على الأسواق، وكمان في صدمة غير مسبوقة حدثت على الأسواق العالمية خصوصا أسواق السلع الأساسية، ودي الأكبر يعني على حسب تقديرات الخبراء منذ سبعينيات القرن الماضي. طيب. كمان في تداعيات تسببت في اضطراب الاقتصاد العالمي لا تزال قائمة حتى اليوم، وده من ضمن التداعيات من يوم 7 أكتوبر الماضي. ده مش بس من خلال البنك الدولي، لا كمان أن في دول يعني بتأثرت بشكل كبير جدا، وفي خطط واستراتيجيات وضعت لسيناريوهات لهذه التداعيات الاقتصادية. على سبيل المثال الجارديان ذكرت منذ 3 أيام تقريبا إن في عام 2023 كان الاقتصاد الخاص بالمملكة المتحدة كان في تصاعد، ولكن هذه الحرب ستتسبب في أن يصل الاقتصاد المملكة لطريق مسدود. طبعا كلنا عارفين الدعم اللي بتقدمه عظيم طبعا، خسائر اقتصادية إسرائيلية وللدول التي تدعمها أيضا، لكن في نفس الوقت وزي ما بنتابع دلوقتي على الهواء مباشرة من غزة ما زال القصف مستمر، نسمع أصوات القصف وتصاعد أعمدة الدخان نتيجة هذا القصف الممنهج والقوي جدا زي ما بنتابع دلوقتي، وسامعين صوت كمان القصف على الهواء مباشرة. وفي ظل تناول الصحف لو رحنا مثلا للتايمز هنلاقي فيه تقرير من خان يونس بعنوان سكان غزة في بحث يائس عن الطعام، الحين هو عنوان صادم جدا، يعني يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك حتى خصوصا مع هذا العنوان يبحثون عن الطعام في هذا العام في 2023، خبر بصراحة قوي جدا، ازاي حضرتك شايف هذا الخبر؟ لا والله هو العنوان هو مش صادم، الأكثر صدمة هي تفاصيل هذا العنوان، تفاصيل ان التايمز يعني في ظل تقريرها المطول في خان يونس عن يعني كان في اكثر من مواطن فلسطيني بيبحث عن الغذاء لأولاده، لدرجة ان كان من ضمن الحالات اللي كان عليها التقرير واللي كانت على الأرض ان هو كان في اموال كتير مع طب من ضمن الحالات، وانه للأسف لا يجد اي لا مخبز او حتى شراء قاروره مياه، نظرا لان القصف استهدف المخابز في خان يونس وبالطبع في قطاع غزه بشكل عام، بالاضافه الى ان كان في يعني نقص كبير جدا للبن الاطفال، ورحله طويله جدا كان عاشتها او عاشها مراسل التايمز مع هذه الحالات، وان لا يوجد بالفعل اي اغذيه بالنسبه للاطفال او حتى لكبار السن والادويه. هذه النقطه. النقطه الثانيه، ركز التقرير الخاص بالتايمز عن تاثير القصف الاسرائيلي الممنهج والكثيف او المكثف على قطاع غزه وخان يونس بالتحديد في وصول المساعدات الى الاهالي، وبالاضافه الى ان هناك بعض يعني الحالات الصعبه التي يمكن وصفها بكل طبع والصور الصعبه التي كانت منشوره في هذا التقرير عن ان يعني تقريبا لا يوجد اي مياه، حتى قصه المياه كانت قصه من ضمن التقرير مؤثره جدا ويعيشها الشعب الفلسطيني اللي في قطاع غزة. يعني الوضع مأساوي ليس مجرد في عنوان نختزل، ولكن في تفاصيل أصعب كثير. أستاذ محمد الحقيقة زي يعني في ظل ما ذكرته حضرتك وزي ما بنتابع مع السادة المشاهدين، مواطنون غزة يعني تحت القصف المتواصل الحقيقة، وحتى اقتحام المستشفيات، وحتى بعد اقتحام مجمع الشفاء مرتين
أيضا منذ قليل يعني كيان إسرائيلي كان بيقصف أيضا مستشفى الإندونيسي. المواطنون مش بس بيواجهوا هذا القصف الغاشم وهذا التصعيد الغاشم، لكن حتى بيواجهوا حتى صعوبة الجو من برد وأمطار زي ما بنتابع مع حضراتكم على الشاشة. وفي ظل كل هذه الظروف يا فندم، الحقيقة أنه الولايات المتحدة الأمريكية دعم لا محدود للكيان الإسرائيلي. ولو هنتكلم تحديدا عن هذا الدعم، فواشنطن بوست تحدثت عن قصة امرأة قضت حوالي 19 ساعة تحت الأنقاض. عايزة أعرف من حضرتك كيف يرى أو كيف ترى الصحافة الغربية هذه المشاهد، قصة هذه السيدة وبناية تحولت تلو الأخرى في غزة لأنقاض، حتى المواطنين اللي بيبقوا تحت هذه الأنقاض من غير ما بيكون حتى في أي وسيلة لإخراجهم. ومش بس كده أيضا، يعني كان في حديث عن أنه فكرة أنه الولايات المتحدة الأمريكية دعمت الكيان الإسرائيلي بسيارات إسعاف. بسيارات إسعاف مدرعة لترافق جنود الاحتلال في يعني على الغزو الجزئي بريا لقطاع غزه. الحديث عن المستشفيات والقصف الكثيف على هذه المستشفيات، يعني نستطيع يعني في اخر احصائيه لوزاره الصحه الفلسطينيه ان من 36 مستشفى داخل قطاع غزه يعمل حاليا 9 مستشفيات جزئيه فقط، ومن ضمنهم يعني امس دخلت بعض المستشفيات خلاص، يعني لا يوجد لها اي تاثير في المنظومه الطبيه في قطاع غزه الفلسطيني. بالطبع ازمه الوقود كانت مستمره حتى دخول شحنات من الوقود الى من عبر معبر رفح البري الى قطاع غزه منذ امس الاول. ولكن دعنا نتحدث عن ظروف قاسية يعيشها المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، لا سيما وأن المدارس أيضا التابعة للأنروا تستهدف، الأماكن التي قد تكون آمنة على حسب توصيف الاحتلال الإسرائيلي تستهدف، التي يعني النازحين من شمال القطاع إلى وسط القطاع وجنوبه ويأتون بها ويعني يحتمون بها، ولكن يتم قصفهم أيضا. الشعوب الغربية لديها ضمائر لا توجد عند الحكومات الغربية أو الحكومات العالم، يعني ضمائر العالم لم تستيقظ بعد، ولكن الشعوب خرجت في تظاهرات. واضح بكل تأكيد من خلال كل هذه التظاهرات التي نتابعها خلال الأيام الماضية في العواصم الأوروبية. شكرا جزيلا أستاذ محمد علي حسن الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية. حكومة نتنياهو أعلنت عن توسيع نطاق وحدود الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين، وتم تحريك 100 آلية عسكرية وعدد من الجرافات اللي اقتحمت جنين شمال الضفة الغربية. إيه الهدف العسكري من توسيع نطاق الحرب، خصوصا أن الاحتلال حتى الآن فشل في تحقيق أي أهداف عسكرية؟ معنا على التليفون اللواء سيد الجبري الخبير الاستراتيجي. سيادة اللواء صباح الخير يا فندم. أهلا وسهلا، صباح النور. يا أهلا بحضرتك. ما المفهوم من هذا التصريح توسيع نطاق الحرب؟ اولا لازم يعني نفهم ان الحرب ديت في ظل وجود هذه الحكومه الفاشيستيه وفي ظل التعاون الامريكي الاسرائيلي، هي الهدف الاساسي فيها ان فكره تغيير الوعي الفلسطيني، وعايز يغير من فكره جيش الدفاع الاسرائيلي لجيش الهجوم الاسرائيلي. ولذلك حضرتك بتلاحظوا ان كميه المتفجرات او كميه القنابل التي القيت على غزه اللي تجاوزت حوالي 25,000 طن، ده هدف ممنهج، لان احنا دلوقتي في وثيقه اسرائيليه المستخبرات الاسرائيليه نشرتها في 26 اكتوبر اللي فات، قالت فيها ان لازم نبيد قطاع غزه تماما ونعمل له عمليه تفريغ ثم يتم ترحيل اهالي غزه خارج القطاع. وهنا اتكلم نتنياهو على فكره ان تغيير الوعي الفلسطيني ده هيخلينا نغير طريقه الاداء بالنسبه للفلسطينيين، زي ما امريكا عملت في اليابان والمانيا لما القت في هيروشيما القنابل، فاليابان سلمت
وألمانيا في مدينة نصر الدين الألمانية قتلوا 35 ألف مواطن. ولذلك بيعتبر هذا الحدث في العقلية الألمانية أو الذاكرة الألمانية أن ده نوع من سحق النازية. هنا بقى عايز النظام العالمي الجديد مع نتنياهو عايزين يقلبوا الحقائق، والمقاربة غير عادلة على الإطلاق. اللي كان حاصل في سواء في ألمانيا أو في هيروشيما، أنت عملت أكتر منه، أنك أنت قنبلة ناجازاكي وهيروشيما كانت الاثنين 10 كيلو طن و20 كيلو طن، أنت النهارده أسقطت أكتر من 35 ألف طن. ورغم هذا المقاومة الفلسطينية قبلت بلاء حسن، والوضع الآن في على غزة في قطاع غزة وضع طبقا للمصادر المؤكدة أن الحماس والمقاومة الفلسطينية مع سرايا القدس ومع الجهاد. طيب سيادة اللواء، في ظل حديث حضرتك عن التحركات والأداء العسكري للمقاومة، يعني الجميع يتحدث عن الأداء العسكري للكيان الإسرائيلي، لو حضرتك هتحلل الوضع العسكري إن كان للكيان الإسرائيلي أو حتى للمقاومة، تحركات حتى المقاومة الفلسطينية يا فندم؟ أيوة، ده اللي أنا عايز أقوله. أنت النهاردة الوضع على الميدان، يعني أنا أرجو الناس ما تصدقش كل الدعايات الإعلامية اللي بتقولها حكومة نتنياهو، لأنها كلها يعني تتميز بالكذب والافتراء، بحيث ان هم بيقولوا في حاجه يعني في اتجاه والواقع في اتجاه اخر. النهارده بعد 45 يوم الموقف الاتي: القوات الاسرائيليه حضرتك 45 ل 48% من قوات الكيان الصهيوني بالكامل موجوده في غزه. هذه الايه يعني بتتكلم في خمس فرق، فيهم ثلاث فرق متكون من ثلاث لواءات، ومعاهم ثلاث لواءات اخرين، لواء جولاني والجباتي، لواء المظلين، ودول بيسموهم نخبة النخبة مع لواء نحال. والنهاردة المقاومة الفلسطينية يعني لما حصل أنها قادت على قائد كتيبة 248 من لواء نحال، يعني أثبتت أن القيادة الإسرائيلية بتستخدم معظم قوتها 48% من القوات دي في غزة. ورغم هذا الأداء المميز للمقاومة الفلسطينية عمل الآتي: النهاردة هو حط حوالي 1000 معدة، دخل 1000 معدة، تم إصابة أكثر من 261 معدة، ده رقم واحد في المعدات. سحب المركبة 4 والنمر، لأن كان مركبة 4 بيبيعها ب 7 مليون دولار، المقاومة الفلسطينية قضت عليها بقذائف الياسين وبالتالي سحبها، وجاب مركبة 3 وسحب النمر اللي كان بيتباهى بيها المدرعة ودخل المركبة 113 ام. يبقى دلوقتي القوات، انا ده لو بقول اهو، شوف القوات الاسرائيلية دي يعني جيش بالكامل 48% منه في هذه المنطقة في 120 كيلو متر مسطح. نجد بقى المقاومة الفلسطينية عملت ايه؟ اولا المقابر الاسرائيلية، الراجل مدير المقبره قال لك ان احنا بنستقبل جثه كل ساعه او اقصى حاجه كل ساعه ونص. يعني في اليومين دول خد 50 جثه اسرائيليه. العدد الحقيقي مش هو اللي بيتقال في وسائل الاعلام، ولكن هناك بعض المصادر قالت ايه؟ ان عدد القتلى الاسرائيليين من الجنود 3865 جندي اسرائيل، والجرحى 13708. ده معناه ان المقاومه الفلسطينيه ادت اداء ولا اروع، لان هذه الخسائر لم تتحملها اسرائيل ولم تراها من قبل. فالمقاومه الفلسطينيه بتشتغل باسلوب متميز، وده اللي قلب حسابات امريكا وقلب حسابات نتنياهو، علشان اولا المقاومه الفلسطينيه اصدرت الوجه القبيح للفاشستيه الاسرائيليه وللهولوكوست الاسرائيلي، بحيث ان احنا بنشوف دلوقتي زي ما حضراتكم متابعين الشعوب بتقول حاجه، وبدا النهارده في الجهات الرسميه انشقاق. الاداره الامريكيه اول مره في تاريخها 401 بيقدموا وثيقه
للاعتراض على اللي بيحصل في غزه. صحيح النهارده طبعا يعني احنا بنشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر على يعني هذه القراءه. الحقيقه بشكر حضرتك جزيل الشكر السيد اللواء سيد الجبري الخبير الاستراتيجي. شكرا لحضرتك يا فندم. مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم لكن بعد هذا الفاصل. في الحقيقة أنه ما يحدث في غزة لا يمكن تسميته إلا أنه حرب إبادة جماعية ضد أهالي غزة العزل بعد استهداف طبعا المدنيين والأطفال وقصف المدارس والمستشفيات وتدمير البنية التحتية تدمير كامل يا جمال. صحيح. السؤال الآن من يحاسب إسرائيل على هذه الجرائم؟ هل إسرائيل فوق القانون؟ ده اللي هنعرفه من ضيفنا الدكتور إبراهيم أحمد أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس. صباح الخير على حضرتك يا دكتور وأهلا بك معنا. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. دكتور هل إسرائيل بالفعل هل هذا الكيان فوق القانون؟ يعني جرائم كتير جدا وجرائم تخطت حتى أنها تكون جرائم حرب، يعني احنا وصلنا لنبش القبور. أو فعلا هو تمادي إسرائيل في ارتكاب هذه المذابح والجرائم الوحشية ناتج عن تقاعس المجتمع الدولي عن تطبيق نصوص قانونية موجودة فعلا سواء في معاهدات دولية جماعية أو في ميثاق الأمم المتحدة ذاته أو في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كل المواثيق الدولية تتضمن نصوص توجب محاسبة إسرائيل على ما ترتكبه من جرائم وحشية وجرائم حرب في فلسطين. التقاعس راجع إلى أن القانون الدولي ينقصه عنصر مهم جدا وهو عنصر التطبيق الفعلي الذي يستلزم موافقة الدول مجلس الأمن الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن. لو دولة منهم اعترضت هم 5 دول لو دولة منهم اعترضت على أي قرار أو إجراء يجب اتخاذه بيوقف على طول هذا الإجراء ولا يمكن اتخاذه. وطبعا حضراتكم عارفين أن الولايات المتحدة بتساند إسرائيل مساندة بدون حدود وفي هذه الحرب هي لم تقتصر على أنها تساند إسرائيل في من النواحي السياسية أو دعم سياسي بل هو دعم عسكري بمعنى أنها اشتركت فعلا مع إسرائيل في الحرب ودعمتها بقوات وبمساعدات سواء عسكرية أو لوجستية أو غيرها وبالتالي فهي تعتبر شريكة في الحرب وبالتالي لا يمكن أن تسمح بصدور قرار أو تمرير قرار أو إجراء من الإجراءات المنصوصة عليها في القانون الدولي. فهنا بنجد أن في عجز كامل عن اتخاذ إجراءات منصوصة عليها في ميثاق الأمم المتحدة في الفصل السابع ابتداء من المادة 39 من الميثاق حتى المادة 50 يتضمن قواعد وإجراءات رادعة لدولة تهدد السلم والأمن الدوليين وهو ما يحدث حاليا. فإذن المسألة في القانون الدولي مختلفة عن القانون الداخلي. في القانون الداخلي توجد للقانون قوة لأنه يطبق باستخدام السلطة ولكن هنا السلطة في يد من يرتكبون الجرائم. فلما تكون الولايات المتحدة انفولفد أو شريكة في جريمة من الجرائم الحرب المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وفي المعاهدات الدولية الجماعية التي انضمت إليها كل دول العالم اللي هي اتفاقيات جنيف لسنة 49 فبنجد إنها هنا القانون الدولي بيظهر عجزه وقصوره عن ملاحقة المجرمين. طيب ماذا لو رفعت الولايات المتحدة الأمريكية يدها عن دعم إسرائيل؟ هل تحاكم؟ ما هو طبعا احنا مش عايزين من الولايات المتحدة غير إنها لا تستخدم الفيتو. يعني هو في كذا مشروع قرار قدمه لمجلس الأمن بوقف إطلاق النار ولكن الولايات المتحدة بتستخدم الفيتو مباشرة وتوقف القرار. فيبقى إذن المطلوب من الولايات المتحدة أنها تتوقف حتى عن استعمال الفيتو لأنه هي هنا بتكشف وجهها القبيح الذي رفضه الشعب الأمريكي ذاته. في الولايات المتحدة توجد في عدة ولايات مظاهرات قوية جدا ضد الموقف السياسي للحكومة الأمريكية الإدارة الأمريكية إدارة فاشلة هي لا تطبق القانون لا تحترم القانون
وتدعم إسرائيل دعم كامل مما يمكنها من ارتكاب جرائم لا تفوق الخيال. لا يمكن أن يتخيل أحد هدم مستشفيات أو اقتحام مستشفيات أو مدارس أو قتل أطفال وهدم المساكن على الأشخاص المدنيين الذين يقتلونها. ده يعتبر هنا امتناع عن مساعدة الضحايا، لأنه الضحايا اللي هم تحت الأنقاض يموتوا، ده دفن أحياء، دفن أشخاص أحياء. هذه جرائم يندى لها الجبين، هذه جرائم وحشية. يجب أن يقف العالم كله ضد موقف الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. طيب دكتور، في ضوء حديث حضرتك عن أنه الولايات المتحدة الأمريكية لم تكتفي فقط بمساندة إسرائيل، بل أيضا قدمت الدعم العسكري لها، يعني من يعتبر هي تعتبر دلوقتي هي شريكة فعلية لما يحدث في قطاع غزة وشريكة لإسرائيل. فهل يمكن في يوم من الأيام أن حتى تحاكم الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل يمكن أن تعتبر كشريكة في هذه الجريمة؟ ده ممكن يحصل من خلال المحكمة الجنائية الدولية. يعني المحكمة الجنائية الدولية الحقيقة بتقوم بدور هام جدا في هذا الأمر، ابتداء من سنة 21 حينما صدر قرار من دائرة تمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية بقبول طلب فلسطين التحقيق في الجرائم الوحشية التي ارتكبت في هذا الوقت من جانب إسرائيل. اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بيقوم في إحدى حالتين. الحالة الأولى أن يكون مجرم الحرب أو الدولة التي اشتركت في جرائم حرب أو المسؤولين اللي ارتكبوا جرائم حرب يكونوا من الدول المنضمة إلى الاتفاقية اللي هي اتفاقية روما لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية. طبعا الولايات المتحدة ليست منضمة ولا إسرائيل، وبالتالي هذا الاحتمال غير موجود. الاحتمال الثاني أن ترتكب الجريمة في دولة عضو من الدول الأعضاء في اتفاقية روما. اتفاقية روما أبرمت سنة 98 بحمد الله أن فلسطين قبلت عضويتها كدولة عضو، وهو ما مكن من فتح ملف تحقيق في الجرائم الوحشية. هذا الملف فتح من سنة 2021، وكانت المدعية العامة فاتو بن سودا هي التي قابلت هذا، وعرضت الأمر على محكمة تمهيدية لقبول اختصاص المحكمة بهذه الجرائم، وفعلا قبل، بس قدمت استقالتها بعدها على طول وأغلق التحقيق. وده اللي يعني ده المسار الطبيعي لأي تحقيق بيفتح مع قوات الاحتلال. جولدستون أيضا في جرائم 2008 الأمم المتحدة فتحت تحقيق وأغلق التحقيق، وتم اتهام رئيس اللجنة مباشرة وأغلق التحقيق. ومن قبلها لو هنرجع لسنة 75 برضو تمزيق تقرير من قبل والد الرئيس الإسرائيلي الحالي حييم هرتزوج، مزق هذا التقرير أمام العالم كله. التقرير كان بيتحدث عن أن الصهيونية هي من العنصرية، فإلى ما تستند إسرائيل؟ ما هذه القوة؟ الحقيقة طبعا أنه القوة راجعة من التأييد الأمريكي اللي أنا ذكرته حضرتك، ولكن هنا حتى بالرغم بعد استقالة بن سودا عين مدعي عام جديد اللي هو كريم خان الموجود حاليا، وهو قايم بدور مهم جدا، وهو حضر هنا إلى حدود رفح وحاول الدخول ولكن لم يتمكن، ووثق بعض الجرائم. هو مستمر في التحقيق، التحقيق لازال موجود. دول عدة قدمت طلبات لفتح التحقيق من جديد، وفعلا حاليا يوجد ملف لفلسطين في المحكمة الجنائية الدولية. الحقيقة إن المحكمة الجنائية الدولية تحتاج إلى دعم. يعني إحنا كل دول العالم المفروض إنها تدعم هذه المحكمة، لأنها بتقوم بدور هام جدا، لأنها ممكن أن تأمر بالقبض على مجرمي الحرب بما فيهم بايدن وبما فيهم نتنياهو وبما فيهم كل المسؤولين والعسكريين الإسرائيليين. لأنه لا يمكن أن يدعي أحد أنه تلقى أمر مثلا من رئيسه بأنه يقتل أو يرتكب جريمة حرب، هذا لا يعفي من العقاب. وبالتالي أنه من الممكن جدا من خلال إذا الموقف أقوى من الدول العربية ومن الدول المحبة للسلام اللي هي بدأت تزيد، حتى بعض الدول الأوروبية بدأت تغير موقفها، وبدأت نتيجة ضغط شعبي في الكثير من الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها، أدى هذا إلى تغير ولو بسيط في
مواقف الدول الأوروبية. احنا لازم نبذل مجهود أكبر من هذا من جانب كل الدول العربية للتواصل مع الدول الأجنبية لتحجيم دور أمريكا في هذا الأمر، لأن هي دي الوسيلة الوحيدة اللي هتؤدي إلى إيقاف هذه المجازر الوحشية التي ترتكب ضد الآمنين والمدنيين والأطفال في غزة. طيب دكتور، هل تعتقد أنه يعني فيما بعد وما حدث في قطاع غزة، هل ممكن أنه يكون لي عامل أنه يتم إعادة النظر حتى في آلية تطبيق القانون أو حتى في آلية وضع القوانين الدولية مرة أخرى؟ لأنه زي ما احنا شايفين في تعطيل، حتى القوانين موجودة لكن في تعطيل لتنفيذ هذه القوانين. وهل يمكن أيضا قانونا أن يتم تعيين فريق أممي أو فريق حتى لمتابعة الادعاءات أو الأدلة اللي بتقدمها إسرائيل اللي على أساسها بتقوم بهذه المجازر؟ هو طبعا مسألة تغيير القانون أو النصوص الموجودة حاليا، هي النصوص دي منذ سنة 1945 وجد بناء على انتصار الحلفاء في الحرب على ألمانيا، وإن هم حبوا أنهم يحصلوا على مكاسب نتيجة انتصارهم في هذه الحرب. فكانت هذه المكاسب عبارة عن النصوص الموجودة في ميثاق الأمم المتحدة اللي هو بيقرر تميز لخمس دول في العالم، اللي هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا. فإذا هنا النصوص الموجودة حاليا ده تكريس لوضع كان موجود سنة 45. المشكلة في إمكانية تعديل هذه النصوص باستلزام مثلا أن يكون القرار بالأغلبية اللي بيصدر من مجلس الأمن، أو أنه حتى يكون بنمنع مثلا حق الفيتو اللي بيؤدي إلى عرقلة إصدار أي قرار يحتاجه حفظ السلم والأمن الدوليين، اللي هو الهدف الرئيسي لمجلس الأمن. فهنا هنلاقي أنه التعديل مشكلته أنه هيقع في نفس المصيدة، اللي هو لابد من موافقة هذه الدول لإجراء تعديل، فبالتالي التعديل متوقف. طبعا في جهود كثيرة يمكن بذلها من خلال الدول، لابد أيضا من البدء باتخاذ إجراءات حتى لو ما وصلناش لدرجة قطع العلاقات، ولكن استدعاء سفير مثلا أو توجيه اللوم إلى سفير الإسرائيلي في أي دولة من الدول الأعضاء الراغبة في أخذ موقف في مواجهة هذا العدوان الغاشم الذي لم يسبق له مثيل في العالم. يعني احنا شفنا جرائم وحشية لم نراها من قبل. صحيح، وزي ما حضرتك قلت انه يجب ان يكون هناك تحرك قوي للجنائيه الدوليه، وبدات جنوب افريقيا بالفعل في هذا الامر تحركت. وزي ما الدكتور قال، في ملف دلوقتي موجود عن القضيه الفلسطينيه وما يحدث على ارض قطاع غزه خلال هذه الايام، ويجب ان يكون هناك تحرك ايضا من باقي الدول ومن لديه اي مستندات ووثائق تؤكد وتؤيد الحق الفلسطيني، او على الاقل توثق الجرائم التي ترتكب حاليا في قطاع غزه. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور ابراهيم احمد، استاذ القانون الدولي بجامعه عين شمس. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا. شادينا التاسعة صباحا وموعدنا مع موجز لاهم الانباء مع دينا شرف. تفضل يا دينا. معنا التاسعة صباحا بتوقيت القاهره، السابعة بتوقيت جرينتش. موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الحكومة اللبنانية نجيب من ميقاتي. تناول الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية والجهود المصرية للدفع اتجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وكذا نفاذ المساعدات الإنسانية. كما تناول الاتصال الجهود الدولية الرامية للحيلولة دون توسع دائرة الصراع في المنطقة، مع العمل على إحياء مسار السلام بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين على النحو الذي يحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. شارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماع اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار القمة العربية الإسلامية مع وزير خارجية الصين وانغ يي في بكين. وخلال اللقاء أكد شكري وجود سياسة
كانت معلنة لتهجير الفلسطينيين من غزة، مشيرا إلى أن الموقف المصري والعربي القوي الرافض للتهجير كان بمثابة خط أحمر، وشدد شكري على أن التهجير سوف يهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. كما أشار وزير الخارجية إلى أن الخروقات الإسرائيلية الجسيمة وجرائم الحرب الإسرائيلية لا يسميها البعض بمسمياتها الحقيقية، لافتا إلى وجود مسؤولية تقع على مجلس الأمن بحماية الشرعية الدولية. كما أكد شكري أن مصر تبذل كل جهد لإدخال مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، مضيفا أن سياسة إسرائيل في تعطيل دخول المساعدات هي سياسة ممنهجة تستهدف دفع الفلسطينيين لمغادرة القطاع تحت وطأة القصف والحصار. أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد خلاله ضرورة فتح أفق سياسي، مشيرا إلى أن حل دولتين هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وأعلن قصر إليزي أن ماكرون بحث مع نتنياهو خلال الاتصال الهاتفي وضع المحتجزين في غزة ومن بينهم 8 فرنسيين، وناقش الخطوات الجارية وجهود الشركاء المعنيين من أجل إطلاق سراح جميع المحتجزين. وأشار ماكرون أن هذه المسألة أولوية قصوى بالنسبة لفرنسا. أكد المشاركون في المؤتمر 12 لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية المنعقد بالجزائر في البيان الختامي، أكد إدانتهم واستنكارهم بكل شدة العدوان الإسرائيلي الغاشم ضد الفلسطينيين، داعين المجتمع الدولي إلى التدخل من وقف الإيقاف الفوري للحرب وتعزيز التضامن لإدخال المساعدات بشكل عاجل إلى سكان قطاع غزة. وأشار المشاركون في المؤتمر إلى الظروف الإقليمية والدولية الصعبة التي تزامنت مع انعقاد المؤتمر نتيجة التحولات التي يعيشها سوق العمل والصراعات والحروب وتهديدات الإرهاب في الساحل الإفريقي وما يحدث من عدوان إسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وتداعياته على مصير العمال وأفراد أسرهم. أجلت بعثة ثانية مشتركة للأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقيادة منظمة الصحة العالمية أجلت 31 طفلا من مستشفى الشفاء في شمال غزة إلى مستشفى آخر في جنوب غزة، وقد نقل الأطفال المصابون في 6 سيارات إسعاف أمدها الهلال الأحمر الفلسطيني بما يلزم من مستلزمات وأطقم طبية. وشملت البعثة المشتركة أعضاء من دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام واليونسف ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا. ووصفت البعثة من جديد بكونها بعثة شديدة المخاطر نظرا لاندلاع الأعمال القتالية بالقرب من المستشفى. أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات مكثفة في شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن الطائرات قصفت بعشرات الصواريخ محيط مدينة حمد السكنية شمال غرب خان يونس، ما أدى إلى استشهاد عشرات الأشخاص أغلبهم أطفال ونساء وإصابة آخرين، إضافة إلى غارة على بلدة بني سهيلة شرق خان يونس. وفي مدينة غزة استشهد عدد من الأشخاص وأصيب آخرون جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة عسقولة بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة، إضافة إلى قصف آخر في حي الصبرة، فيما لا يزال عشرات المواطنين تحت ركام في ظل الأوضاع الجوية الماطرة وصعوبة وصول طواقم الدفاع المدني والإسعاف. وذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن حوالي 70% من الضحايا في قطاع غزة هم من النساء والأطفال. استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلية المستشفى الأندونيسي شمال غزة بالرصاص الحي بشكل مباشر والقذائف المدفعية في محيطه،
وقالت مصادر محلية إن مولدات الكهرباء توقفت بسبب القصف، مؤكدة أن جيش الاحتلال أطلق رصاص الحي بشكل مباشر على المستشفى الأندونيسي، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة. وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية أنه تم أيضا قصف محيط مستشفى العودة في شمال القطاع، هذا وقصفت مدفعية الاحتلال مدرسة الكويت بجانب المستشفى الإندونيسي بغزة. وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال قصفت منزلين لعائلتي ظهير وأبو شلوف في رفح جنوبي قطاع غزة، وسقط 15 شهيدا وعشرات المصابين بينهم نساء وأطفال. ورياضيا، فاز المنتخب الوطني على مضيفه منتخب سيراليون بهدفين دون رد في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 على ملعب سامويل كانيون في ليبيريا، وبهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة. ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضرتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. مرحبا بحضراتكم مرة تانية. الانتهاكات والجرائم اللي بيرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ضد المدنيين على مدار 44 يوم، لو هنتكلم عن هذا التصعيد الأخير تحديدا، الحقيقة يمكن أحرج العديد من الدول، تحديدا كمان الدول اللي كانت بتتضامن أو متضامنة مع الكيان الإسرائيلي. شفنا تصريحات مفاجأة الحقيقة للرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مقال رأي نشر في صحيفة واشنطن بوست، كشف خلاله عن استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لفرض حظر تأشيرات الدخول على المستوطنين المتطرفين اللي بيهاجموا المدنيين. البعض شاف هذه التصريحات وقال قد يعتبر تغير في الموقف الأمريكي، لكن احنا عايزين نفهم أكتر عن هذه التصريحات ودلالتها. هنعرفه طبعا من الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية والمحلل السياسي اللي منورنا. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير، تحياتي لحضراتكم. يا أهلا بحضرتك. أهلاً. ما الذي نفهمه من هذه التصريحات؟ يعني هذه التصريحات هي محاولة أمريكية يعني وكأنه يعني يصنع شيء من الاستدارة أو يغير في الموقف، لكن الموقف واضح، هو ذلك الانحياز وتلك المؤازرة اللامحدودة للإسرائيلي في عدم وقف إطلاق النار، في استمرار هذه المجازر، في استمرار هذه الأعمال الوحشية. لكن فكرة إدانة المستوطنين وأنه تقييد وحظر التأشيرات لدخولهم الأراضي الأمريكية يعني أمر لا يقدم ولا يؤخر، بل بالعكس هو يدل على محاولة التجميل. لكن أمريكا يعني في رواية إحسان عبد القدوس أنا لا أكذب ولكني أتجمل، لا، أمريكا تكذب وتتجمل، الاثنين تكذب وتتجمل، تكذب في كل تصريحاتها وفي ممارساتها، وتحاول أن تتجمل، ولكن هذا التجمل وكل أدوات المكياج منتهية الصلاحية ولم تعد تنطلي على أحد، ولا تستطيع أن تجمل هذا الوجه القبيح وهذه السياسات وتلك الممارسات. وأنتم إعلاميون، شوفوا المفاجأة، الإعلاميون العرب يتم فصلهم الآن في غرف الأخبار وفي غرف الأحبار، الصحفي يفصل، المذيع يفصل، رئيس التحرير يفصل، المنتج يفصل، المخرج يفصل، مدير العام البرامج يفصل بأسماء، يعني في كل ليه؟ لأنه عبر عن رأيه. الله، طب حرية الرأي مفيش، طب الرأي والرأي الآخر مفيش، طب الديمقراطية تعيش أنت يا حاج، طب أي حاجة الله، يعني كل هذه أكاذيب، كلها أكاذيب. أمريكا يعني فكرة الديمقراطية وحقوق الإنسان والرأي والرأي الآخر وعدم تقييد وعدم تكميم الأفواه وحرية التعبير وحرية الصحافة، كل هذا أكاذيب في أكاذيب. الممارسة هي ما نشاهده الآن في 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 في, في الواقع وفي في وفي في الناحية العملية. طيب دكتور طارق، زي ما كنت حضرتك تتحدث عن فكرة أنها هي مواربة، يعني هي محاولة للتجمل، لأنه في على أرض الواقع حتى لما بنتابع
جلسات لمجلس الأمن، بنلاقي الولايات المتحدة الأمريكية من أوائل الدول اللي بترفض مشاريع القوانين اللي بتتحدث أو بتتبنى وقف إطلاق النار، لكن على الجانب الآخر تتحدث عن هدنة إنسانية ولكن ترفض وقف إطلاق النار. يعني هل ترى أنه هذه التصريحات والتصريحات المتعلقة بأن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة هو مرفوض وما إلى ذلك، هي كلها مجرد يعني محاولة لتجميل مظهرها؟ هي هو ده مش الرأي الحقيقي للإدارة الأمريكية؟ بالفعل إسرائيل هي أمريكا نفس، يعني لا نستطيع أن نفرق ما بين المسؤول الأمريكي والمسؤول لأن الإسرائيلي. البعض يتحدث عن تحدي مثلا أنه نتنياهو يتحدى الولايات المتحدة الأمريكية. لا يمكن أن يتحدى، كيف للتابع أن يتحدى المتبوع؟ كيف للخادم أن يتحدى المخدوم؟ يعني نتنياهو لا يستطيع أن يفعل أي شيء بعيدا عن تلك هذه الحاضنة الأمريكية. أمريكا هي إسرائيل وإسرائيل هي أمريكا، هي نفس السياسات، هي نفس المقاربات، هي ضد وقف إطلاق النار، هي استمرار هذه العمليات والمجازر، هي تقول نفس الحيثيات والمنطق أن وقف إطلاق النار سيصب في صالح المقاومة وستقوم حماس بترتيب الصفوف وإعادة ترتيب الأوراق، يعني نفس كل شيء. لا ويعني يظهرون شيئا من الاستدارة، يظهرون شيئا وكأن هناك اختلاف، وكأن هناك بعض الآراء في الولايات المتحدة الأمريكية تقول عكس، لكن في النهاية متخذ القرار واحد، السياسات واحدة، لا شيء واقعي، لا نتائج ملموسة واقعية في الأرض، النتيجة واحدة، العبرة بالنتائج، العبرة بالأفعال والممارسات. يعني الولايات المتحدة الأمريكية يعني كما يقول المثل المصري، الاستعارة التمثيلية، خلاصة التجربة الإنسانية في مصر، أسمع كلامك يعجبني، أشوف أمورك أستعجب. في الكلام كلام جميل قوي، يعني بيتكلموا عن اللي هي الاستابليشمنت اوف بلستين ستيت، تو ستيت سولوشن، إقامة دولة فلسطينية، حل الدولتين، لكن الممارسة perpetuation of occupation policy، سياسة استمرار وتأبيد الاستيطان. يعني هم يقولوا حاجة الكلام معسول، لكن الواقع، العبرة بأفعالك. هو أنت تقول لي أنا بحبك، والممارسة أنت بتعمل إيه، التصرفات، الأفعال، لكن هو بالكلام. هم يبيعون للعرب الكلام، كلام في كلام، كلام معسول، لكن الواقع والممارسة عكس ذلك تماما. طيب، وإحنا بنتكلم دلوقتي عن سلوكيات المستوطنين خلال الفترة الأخيرة بعد تسليحهم كمان مع بداية هذا التصعيد، كيف تقيم الوضع وخطورة الوضع في الضفة الغربية؟ يعني هي أرض واحدة وفلسطين واحدة. طيب، قلنا حماس متطرفة، الجهاد متطرفة، جماعات المقاومة ليست مقاومة، هم إرهابيون. أوكي، طب في الضفة الغربية، هل الضفة الغربية تسيطر عليها حماس؟ هل هناك من المفروض هناك تنسيق أمني وهناك سلطة؟ فلماذا كل هذه العمليات من القتل والإبادة أيضا في الضفة الغربية؟ إذا كنتم تقومون بما تقومون به في غزة، فلماذا مثل هذه الأفعال ترتكب أيضا في الضفة الغربية؟ إنه نفس النهج ونفس المنهج، وهذه المجازر التي لا طائل من ورائها. يعني إيه الحكمة من المجازر؟ إن هذه الحكومة شديدة التطرف لها موعد لن تجد من دونه موئلة، هي إلى مزبلة التاريخ. لذلك هم يعني يعلمون أنه بمجرد انتهاء وأن تضع هذه العمليات القذرة أوزارها، ستكون يعني أدهى وأمر الحساب، التحقيق، المساءلة. يعني نتنياهو يعتبر هو أكثرهم اعتدالاً يعني في هذه الحكومة المتطرفة، كمان حكومة شديدة التطرف وعنصرية ونازية، وزير يريد إلقاء القنبلة النووية على غزة، وزير يريد يعني تهجيرهم إلى أوروبا، وزير هو اللي وزع الأسلحة على المستوطنين، وزير يوزع الأسلحة على المستوطنين يريدها أن تكون يعني بغابة. إذن يعني هذه الحكومة المتطرفة مآلها إلى مزبلة التاريخ وإلى المحاكمات وإلى الإقالات والمحاسبة، سواء كانت السياسية سواء حتى الجنائية، لأنهم متورطون في قضايا فساد مالي. فهم يطيلون كالمجرم اليائس القانط من رحمة القانون ورحمة يعني المجتمع، فلذلك يقوم بهذه التصرفات التي ليست فقط غير أخلاقية، لا،
هي كمان اكبر من كده، مش غير اخلاقيه وبس، لا دي كمان غير راشده غير عقلانيه، لانه ايه جدواها؟ ايه قيمه ان انت يعني تقتل الاف المدنيين العزل؟ يعني اين الاهداف العسكريه؟ اين انت من حماس؟ اين انت من الجهاد؟ اين انت من تفكيك البنى التحتيه لجماعات المقاومه؟ هذه اعمال غير راشده غير عاقله، اعمال جنونيه، اعمال كلها خسه ووضاعه، ورغم ذلك تجد هذه المؤازره من الولايات المتحده الامريكيه. اتصور ان يعني جو بايدن ونتنياهو وكانهما فقدا الرشد والعقلانيه، مصابا بالالزهايمر السياسي وذلك الخبل الاستراتيجي، وكل هذه خطوات لن تقدم ولن تؤخر، بالعكس هي تنتقص من المصداقيه، وايضا ستنتقص من الشعبيه كما يعني تخبرنا استطلاعات الرأي. طيب دكتور، بما أن حضرتك أشرت لما يحدث في الضفة الغربية، خلينا نروح لموقع روسيا اليوم اللي نقل عن صحيفة بوليتيكو الأمريكية قرار الجانب الأمريكي بفرض إجراءات تقييدية ضد المشاركين بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال أو سياسات تهدد الأمن والاستقرار في الضفة الغربية. ده تقرير نشر في بوليتيكو. شايف حضرتك يعني حتى ما ينشر في هذه الجرائد هو أيضا، هل ده بمثابة انتقاد لهذه المواربة ولا هو بمجال في إطار التصديق حتى للتصريحات الأمريكية؟ شايفه إزاي؟ يعني أنا أرى الآتي، أرى أنهم في نهاية المطاف أن هذه الأمور وهذه الاختلافات التي يتم تصديرها سواء كان بين السياسيين بين المؤسسات سواء كانت حتى بين الصحفيين، في النهاية العبرة بالنتيجة العملية بالواقع على الأرض، لكنها هذه كل تلك الاستدارات والاختلافات ويصدر وكأن هناك ثم التباين، ذلك من أجل محاولة تجميل ذلك القبح لأنهم ظهروا وإحنا أمام لحظة انكشاف للحقيقة. صحيح. يعني سوءتهم المغلظة ظهرت أمام العالم وظهر هذه البشاعة وهذه الوضاعة في تلك السياسات سواء كان الإسرائيلية أو الأمريكية. طب لابيد زعيم المعارضة يقول لقد فقدنا مصداقيتنا، لقد فقدنا أخلاقنا وشرفنا ولم ننجح في الحرب، يعني هذه تصريحات زعيم المعارضة. إنه يتأهل لاستلام زمام الحكم عندما تسقط حكومة نتنياهو. حكومة نتنياهو خلاص هي في وكأنه كالذبيح كالخروف المذبوح، هذه رفسات الديك المذبوح، إنه في 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 نهاية يعني أيامه السياسية، وفي النهاية ستقدم هذه الحكومة وسيقدم نتنياهو ككبش فداء، سكيب جوت أو خروف فداء أو قل خنزير فداء، لأنه كالخنزير المدهون بالزيت يستطيع أن يراوغ وأن يفلت ولا يموت سياسيا، وفي كل مرة يتم إحياؤه، ولكن هذه المرة في كل مرة يحدث هذا مع نتنياهو وأطول رئيس حكم إسرائيل، ولكن هذه المرة لن تسلم الجرة، إنها النهاية يا نتنياهو. فساد سياسي، فشل أخلاقي، فشل استراتيجي، عدم قدرة على توفير الأمان للناخب الإسرائيلي، وكل ذلك سيكون في نتائج الانتخابات القادمة. ومن ثم نجد تصريحات زعيم المعارضة لبيد كما يعني أسلفتها حال، يعني هو يحاول القفز فقط على الموقف. طيب بحسب كلام حضرتك أنه الولايات المتحدة الأمريكية تريد تصدير هذه الصورة فقط للجميع، لكن ما يهمنا هو التنفيذ على أرض الواقع، أنه يمنع بالفعل المستوطنين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين العزل في الضفة الغربية من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، مظبوط؟ تمام. هل ده هيحصل فعلا؟ هو لأنه في تكهنات وفي توقعات بتقول ان ده من الوارد حدوثه، لانه العنف اللي بيحصل في الضفة الغربية غير مسبوق وغير مبرر كمان. هذا العنف المستمر وهذه السلسلة من المجازر التي ترتكب سواء كان في غزة او في الضفة الغربية هي بإذن وبضوء اخضر من الولايات المتحدة، وان ارادت الولايات المتحدة ان توقف هذه المجازر لوقفت في التو وفي اللحظة، ولكن هذا على هوى هذه الإدارة الأمريكية أيضا التي فقدت مصداقيتها. وأتصور الآتي، أتصور أن كل ما يحدث هو إطالة، هذه الإطالة الغرض منها الآتي، الغرض منها هو الانتقام. عندما يعني عندما أكون شخص محكوم عليه بالإعدام، يعني ماذا عساه، ماذا تتوقع أن يفعل؟ سيصنع كل ما في يده لأنه ميت سياسيا، فهو يطيل، هو ينتقم ويقتل هذا الكم من الأطفال
الرضع ومن الشيوخ ومن النساء ومن العزل، هذه أعمال انتقامية، هذه أعمال جنونية بربرية إجرامية، يعني لا قيمة سياسية لها. فإذا سألتني ما جدوى هذه الأعمال، جدوى هذه الأعمال أن الذي يقوم بارتكابها وممارستها يعني يعلم يقينا أنه محكوم عليه بالإعدام السياسي، فهو يقوم بمثل هذا الانتقام وهذه المجازر والأعمال الوحشية. دكتور طارق، أخيرا وسريعا جدا، حضرتك تحدثت عن الإطالة، لكن الإطالة دي ليها انعكاس على الداخل الإسرائيلي وخسائر إن كانت اقتصادية أو عسكرية، لأي مدى يمكن أن يطيل نتنياهو هذه الحرب؟ نتنياهو يطيل الحرب إلى 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 أقصى درجة يمكن أن يصل إليها، ولكن في نهاية المطاف الداخل الإسرائيلي يعلم وبدأ يدرك أن ذلك لا طائل من ورائه، وأن هذه مجرد أعمال انتقامية، وأنه لم يوفر له الأمن، سيكون ذلك التحرك، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية والعالم. وقد يعني نجد هذه الزيارات المكوكية التي يعني اللجان الوزارية المشكلة نتيجة قرارات القمة العربية الاستثنائية، فبدأت تتحرك وتتجه إلى الصين وتتجه إلى العواصم الأوروبية. هؤلاء الوزراء بدأوا يعني يؤكدوا للولايات المتحدة أنها لم تعد التي تنفرد بقيادة العالم، صحيح. وإنما أيضا هناك الصين، هناك روسيا، هناك عواصم أخرى مهمة. بدأ العالم يعني تتكشف له هذه الحقيقة، نحن أمام لحظة انكشاف الحقيقة، وهو يعني ذلك التردي والتخبط والترنح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأنها لم تعد مؤتمنة على قيادة العالم، وأنها لم تعد يعني تستأهل يعني حق النقد وهذه القيادة، لأنه كما أكد الرئيس السيسي أن القوة الحقيقية ليس فقط السلاح، إنما لابد مع السلاح وهذه الترسانات العسكرية لابد من سياق أخلاقي، وهو ما افتقدت إليه سواء كان الإدارة الأمريكية أو الإدارة الإسرائيلية. وأيضا حذر الرئيس السيسي من أن يعني إطالة أمد هذه الصراع وتلك المآسي والمجازر الدموية قد تؤدي إلى انفلات الأمور من عقالها، وتحدث يعني يحدث حرب اتساع وحرب إقليمية بين ليلة وضحاها، على حد تعبير سيادة الرئيس. ومن بعده مباشرة ردد هذه الفكرة النائب الأمين العام لحزب الله. فدائما مصر هي دائما مبكرة في أفكارها وأطروحاتها، ومن ورائها القيادات الإقليمية والعالمية تردد ما تقوله الدولة المصرية. شكرا جزيلا. نعم. دكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية والمحلل السياسي، ألف شكر لك. شكرا. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. شاهدين فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم ما تبقى من فقرتنا في صباح الخير مصر. يوم بعد يوم بيتفاقم الوضع الإنساني داخل قطاع غزة، مع تزايد الهجمات على المدنيين العزل والاستهداف الوحشي للمستشفيات والمدارس التابعة للأونروا، وده اللي دفع المنظمات الدولية للتحذير من كارثة إنسانية وأوبئة تنتشر في القطاع. خلينا نتعرف أكتر على الوضع الإنساني من الأستاذ محمد مرعي، مدير المرصد التابع للمركز المصري للدراسات الاستراتيجية. صباح الخير لحضرتك يا فندم، ويعني بعد التحية لو حضرتك تعرفنا وتعرف السادة المشاهدين بشكل أكثر تفصيلا على الوضع الإنساني الحالي طبعا طبقا للتقارير الواردة من المنظمات الدولية. صباح الخير على حضرتك وعلى الأستاذ محمد وعلى كل السادة المشاهدين. وفقا لكل التقارير الواردة، الوضع ما زال مأساوي داخل قطاع غزة. يعني وصلنا يعني تخطينا أو نقترب الآن من 12500 شهيد. إسرائيل لا تزال تمارس نفس سياسة العقاب الجماعي. جميع الأهداف يعني كل الأهداف المدنية داخل قطاع غزة هي هدف للقصف الإسرائيلي. إسرائيل لا تفرق يعني خلاص يعني بعد احنا داخلين دلوقتي في اليوم يعني خينا على اليوم 50، نقترب من اليوم 50 من هذا الصراع. كل المؤسسات المدنية، المستشفيات، خلاص يعني أمام العالم، يعني أمام كل دول العالم الآن. لم يعني إذا تم الحديث مرة أخرى عن فكرة احترام القانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني أو ضرورة تجنب استهداف المدنيين، هذا الشجب وهذه الإدانة لم يعد لها أي موضع يعني أي موقع من الإعراب الآن. يعني إسرائيل أمام كل العالم تقصف المستشفيات، تقتحم المستشفيات،
يعني تقصف حتى مدارس الإيواء التابعة أو التي تشرف عليها منظمات دولية زي منظمة الأونروا. عشرات الشهداء لا زالوا يسقطون. نتحدث هنا عن إذا كانت يعني بعض التقارير تتحدث عن إمكانية انتشار بعض الأوبئة. المياه يعني ملوثة لأن إسرائيل يعني قصفت منذ على مدى أسبوعين محطات تحلية المياه. الوقود حتى لو تم إدخال الوقود إلى داخل القطاع، لكن هذا الوقود حتى الآن لم يصل إلى شمال القطاع، وهو المنطقة التي تشهد العمليات العسكرية الأكبر للجيش الاحتلال. حتى التصريحات اللي جت منهم يا أستاذ محمد على موضوع ضرورة إدخال الوقود، أنه في ضغوط أمريكية لإدخال مزيد من الوقود، وحتى تعمل المستشفيات حتى لا تنتشر الأوبئة للجنود الموجودين كمان وينتشر الوباء بعد ذلك إلى إسرائيل. خلينا نكون صادقين أستاذ محمد، الضغوط الأمريكية التي مورست فيما يتعلق بالضغط على إسرائيل لإدخال الوقود، أي نعم أي نعم أنها بعد أسبوعين قد نجحت في هذا الأمر. هناك أحاديث أن حجم الوقود الذي سيتم إدخاله سيكون 80 ألف لتر يوميا. أنا بنتكلم على كل يومين هيبقى عندنا 160 ألف لتر، لكن هذا الوقود بالتأكيد طبعا يتم تسليمه للأونروا والصليب الأحمر، لكن إسرائيل وضعت عقبة أخرى يعني كالعادة. العقبة هنا أن هذا الوقود سيصل فقط إلى منطقة جنوب وادي غزة ولن يصل إلى شمال القطاع تحت نفس الدعاوى، يعني أن هناك لديها قلق من أن هذا الوقود قد يصل إلى حماس أو القسام ويتم استخدامه في إطلاق الصواريخ. وهذا طبعا كلام هراء، لأن في النهاية من يشرف على تسلم هذا الوقود هي المنظمات الدولية. القطاع غزة يحتاج الوقود هنا فقط، ليس لتشغيل المستشفيات، في مخابز، في كمان محطات إنتاج، محطات توليد الكهرباء. القصد من ذلك ماشي، قد تكون خطوة جيدة أن الأمريكان أو الإدارة الأمريكية ضغطت على إسرائيل، ورغم أن إسرائيل تماطلت في الاستجابة لهذا الطلب الأمريكي فيما يتعلق بالوقود، لكن نحتاج إلى ممارسة ضغط أكبر لضمان أن يصل هذا الوقود إلى كامل يعني مناطق قطاع غزة. نفس الأمر فيما يتعلق حتى بالمساعدات الإنسانية والإغاثية. يعني حين نتحدث عن هدنة إنسانية ونفس كامل المساعدات، نتحدث عن نفس كامل المساعدات إلى كافة المناطق في القطاع، خاصة وأتحدث تحديدا عن شمال القطاع، لأن إسرائيل لا تزال تهدف من العملية العسكرية الجارية الآن إلى أن تنفذ خططها بعملية التهجير الداخلي من شمال القطاع إلى جنوب القطاع. هي لم تنجح حتى الآن، يعني هي مركزة الآن حتى على منطقة وسط غزة الذي يشهد يعني هو في الكثافة السكانية الأكبر. طبعا تاني هقول يعني هذا مخالف القانون الدولي، ولكن يعني إسرائيل تعتمد دائما أو ترى في نفسها دائما أنها فوق القانون الدولي، أنها فوق المحاسبة، لا يعنيها حتى أي تنديد من أي منظمات دولية. يعني هناك قتل، هناك أكثر من 100 قتيل يعني من موظفين تابعين لمنظمات الأمم المتحدة. طيب أستاذ محمد، بالعودة مرة أخرى للأوضاع في قطاع غزة، حضرتك تحدثت عن دخول الوقود لقطاع غزة، لكن حتى مع أنه يعني زي ما حضرتك قلت يعني حد أدنى حتى من الخطوات الإيجابية اللي ممكن تحدث في قطاع غزة أو المساعدات الإغاثية اللي يجب أن تكون متوفرة في القطاع، لكن على جانب آخر الجو زي ما احنا متابعين مع السادة المشاهدين، الجو صعب جدا، خلاص الجو بارد وفي أمطار، وعلى جانب آخر حتى أماكن حتى الإيواء بتقصف، إن كانت مستشفيات، مدارس وما إلى ذلك. يعني حتى مع وصول الوقود الوضع نفسه مأساوي يا فندم، حتى النازحين المواطنين اللي بيبقوا موجودين بيقعدوا فين؟ الوضع شكله عامل إيه هناك؟ خلينا نقول على لو نتكلم على تاني شمال القطاع وجنوب القطاع،
هناك عمليه نزوح جزء تمت من شمال القطاع، جزء لا يتحدث عن كل الى جنوب القطاع. من قاموا بهذا النزوح يحتاجوا الى مناطق ايواء، مخيمات ايواء. طب ماذا عن الايه؟ يحتاجوا الى مساعدات اغاثيه غذائيه وغيره، يحتاجوا الى ادويه. يعني في منهم من يحتاج ان يتم، يعني الوضع صعب بشكل كبير. مناطق الايواء يعني اذا تحدثت مثلا يعني منذ الجريمه والمجزره التي قامت بها اسرائيل منذ عده منذ يومين، وهي استهداف مدرسه الفخوره وهي تتبع الأونروا او مدرسه الاخرى في تل الزعتر. هذه المدارس تأوي الالاف من النازحين هو الذين افترضوا انهم يعني طالما انهم في مدرسه تابع في مدرسه او في مستشفى ايا كان انهم في حمايه. لا، اسرائيل تقصف جميع يعني بالنسبه لها جميع يعني اي مكان، اي مستشفى، اي مدرسه. يعني لا احد امن ولا مكان امن. لا احد امن ولا احد بعيد حتى عن، واسرائيل تبحث طوال الوقت عن التبرير. يعني يا استاذه الغرب شرعا لدوله اسرائيل او دوله الحل الاسرائيلي ان تنتهك القانون الدولي على مرأة ومسعى من العالم. يعني لا احد يعني انا يعني لا اتخيل ان تقوم دوله ما لا تقوم مثلا روسيا بهذا الفعل في اوكرانيا والعالم كان سيكون صامتا. صحيح، ده حتى الاموات والشهداء كمان يا استاذ محمد لم يسلموا من جرائم الاحتلال حتى بعد دفنهم. يتم نبش القبور ويتم استخراج الجثامين وسرقة الجثامين، يناقشون اليوم في الكنيسة قانون لإعدام الأسرى. خلينا جزئية بتاعت الجثامين دي كمان أنا عايز أخدها برضو مش من منطلق إن ده انتهاك لحرمة الموتى أو يعني مش بس من المدخل، مخالف للشرع والقانون، مخالف للشرع والقانون. بس في مدخل تاني برضو هو دليل على فشل إسرائيل برضو كمان، لأن هو مرتبط. وبنتكلم عن ان اسرائيل من يومين ان هي اخذت 130 جثه من مستشفى الشفا. اسرائيل يعني تحتاج الى ان تقدم للعالم، للامريكان، للحلفاء حتى الغربيين، اي مبررات لماذا اقتحمت مجمع الشفاء. يعني هي تحتاج طبعا هي يعني هي تسعى الان ان تقول ان مجمع الشفاء الطبي طبعا في البدايه قالت انه هو مركز القياده والتحكم لحركه حماس. اوكي، لم تفلح في هذا الايه، في هذا الامر. خرجت بعدها قالت وجدوا جثه لاسيره اسرائيليه وبتاع بعد التحليل. فهو عايز يفترض ان ايه، ان الشيخ قد، لا، ما هو المنطق ان ممكن يكون اسيره كانت موجوده جوه المستشفى نفسها كانت بتتعالج. يعني لان وقد يكون الموضوع من الاساس كذب، يعني استكمالا لمسلسل الكذب في ان الدي ان ايه ده تابع لمحتجزين اسرائيليين كانوا موجودين في المستشفى. حاجه زي المشهد اللي هو نشره امبارح، هو نشر امبارح مشهد جيش الاحتلال الاسرائيلي بيعتمد على كاميرات المراقبه جوه مستشفى الشفا ان كان في يوم 7 اكتوبر. هو بيدعي ذلك، يعني ان كان بيتم نقل اثنين محتجزين داخل المستشفى. اوكي، ما هو ممكن يكون بتعالج لان في النهايه حواليه اطباء، هو داخل المستشفى. طب اوكي، لو هو انت بتتكلم، احنا بنتكلم هنا على اكثر من 235 او اكثر بنصل ل 241 اسير ومحتجز. طب لماذا انت خلاص المستشفى الشفا تحت سيطرتك، هم فين في المستشفى؟ يعني القصد هنا في ايه؟ ان هو يبحث عن، يحاول تبرير جرائمه، يبحث عن شرعيه لهذا لهذا الانتهاك للقانون الدولي تحت يافطة انه يحارب الارهاب تحت. لا يعني ما يحدث هو يعني تاني، هو ابشع جريمه او ابشع انواع الجرائم التي لم نشاهدها منذ الحرب العالميه. صحيح. جريمه اسرائيل في غزه 2023 تفوق يعني جرائمها في صبرا وشتيله او دير ياسين او غيره او بحر البقر، جريمه بشعه. طيب استاذ محمد، على جانب اخر في مشهد برضو يعني يدعو للتساؤل، وفكره انه حتى المنظمات الامميه الدوليه مش هنتكلم في انها مش قادره تقدم الاغاثه حتى للمواطنين في غزه، لكن هي حتى مش قادره تحمي نفسها ولا موظفيها ولا حتى يعني منشاتها.
ماشي، ما هو هذا المشهد يؤكد ان هناك خلل في النظام الدولي. في هناك قرار صادر عن مجلس الامن منذ 3 ايام بيدعو للوصول لهدنه انسانيه فورا، وان يكون هناك هدنه انسانيه، وان تصل المساعدات الى جميع مناطق القطاع. لم يطبق هذا القرار. يعني النظام الدولي في النهايه تحكمه مصالح القوى الكبرى، والقوى الكبرى الان لو نتحدث عن القوى الاولى في العالم هي الولايات المتحده الامريكيه، لم تصل الان لقناعه انه ينبغي ان يتم الدفع لوقف اطلاق النار او الوصول لهدنه او وقف اطلاق النار الان وفورا. يعني ليس فقط لن اقول يعني لوقف الاباده الجماعيه التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ولكن على الاقل يعني ان ذات استئناف بقى يعني للحفاظ حتى على مصالح الولايات المتحده الامريكيه. ثاني للتاكيد ان كما حتى اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان استمرار هذا الصراع يعني من الوارد في ليله وضحاها ممكن بالفعل ينتج عنه اتساع الصراع اقليميا على جبهات اخرى يعني، وتهديد حتى حركه التجاره العالميه، تهديد المصالح الامريكيه والمصالح الغربيه في المنطقه يعني. والمنطقه يعني المعنى من ذلك ان النظام الدولي هو تحكمه مصالح القوى الكبرى. طيب. وفي النهايه يعني قرار مجلس امن او منظمه الصحه العالميه قالت، او الامين العام الامم المتحده قال او اكد في بيانات، او الاونروا في النهاية يعني مصالح أمريكا أو بريطانيا أو فرنسا إنوي مفهوم. طيب. هي من تحدد كيف ستنتهي هذه الأمور. طيب أستاذ محمد، أنتم في المرصد، قراءتكم إيه للوضع؟ تقديراتكم إيه لما يحدث في قطاع غزة ومستقبل القطاع كمان؟ خلينا نتكلم فيما يتعلق بالقراءة للوضع لما هو قادم. في التقدير الموجود أنه الجهود التي تمارس الآن للوصول لإنجاح صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين قد تكون بداية حقيقية بالفعل لتخفيف حدة العدوان الإسرائيلي الجاري على قطاع غزة. لو نجحت، طبعا هناك مجهود مصري بالتنسيق مع الجانب الأمريكي وبعض الأطراف الأخرى لإنجاح هذه الصفقة. هي صفقة تبادل الأسرى تفرج حركة حماس عن عدد من المحتجزين، لما نتكلم عن المحتجزين المدنيين في البداية من النساء والأطفال وغيرهم، في مقابل إسرائيل أيضا تفرج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين من الأطفال والنساء، مقابل هدنة إنسانية تتحدث من 3 أيام إلى 5 أيام. خلال هذه الهدنة يتم إدخال أو نفاذ المساعدات بشكل كبير وواسع إلى داخل قطاع غزة. أعتقد لو تم النجاح مقدما في إتمام هذه الصفقة ستكون بداية جيدة لعمل هدنة إنسانية، لعمل هدن أخرى بعدها، ثم نصل في النهاية إلى وقف يعني أستاذ محمد، الحقيقة إحنا بنتابع يعني الحقيقة كل ما هو جديد وكل ما يحدث في قطاع غزة لحظة بلحظة. بشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ محمد مرعي، مدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. بكده يا مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا، بنشكر حضراتكم على المتابعة. بكرة إن شاء الله حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.